بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا اخر محاضرات بريست كانسر، هنتكلم فيها عن الميتاستاتيك بريست كانسر وسبيشال اذر توبكس هنتكلم عنهم ان شاء الله. في الميتاستاتيك بريست كانسر هنتكلم عن التريتمنت بتاع هرمون ريسبتور بوزيتيف ميتاستاتيك بريست كانسر اند هير تو بوزيتيف الميتاستاتيك بريست كانسر اند فاينلي تريبل نيجاتيف ميتاستاتيك بريست كانسر. هنتكلم عن تريتمنت موداليتيز وتريتمنت اوبشنز في كل واحده فيهم والايفيدنس بيس بتاعت النيو تريتمنتس. كمان ان شاء الله هنتكلم بعد كده عن سبيشال توبكس زي الميد بريست كانسر، انفلاماتوري بريست كانسر، اند بريست كانسر ديورينج بريجنانسي. طبعا الميتاستاتيك بريست كانسر واحده من الحاجات التوبكس زي ما اجين كل مواضيع بريست كانسر فيري فيري امبورتنت، سواء كان في الادجفنت تريتمنت او في الميتاستاتيك بريست كانسر. انه طبعا دلوقتي مع اللونج ليف بيشنتس اللي بدانا نحسن المورتاليتي بتاعتهم، بقى في عندنا كتير من البيشنتس either ان هم بي باس فروم ادجفنت تريتمنت وبعد كده ميتاستاتيك، فلازم عارفين ماجن اوف ميتاستاتيك او الفيرست برزنتيشن بتاعهم بيبقى ميتاستاتيك. وبقى في تطور كتير قوي في الاونه الاخيره في التريتمنت اوبشنز بتاعه الميتاستاتيك بريست كانسر، سواء كانت في الهرمون بوزيتيف او في الهيرتو نيجاتيف، واللي فضل سنوات طويله عقود طويله بدون ابديتس التريبل نيجاتيف في اخر 3 4 سنين، بقى في عندنا كمان نيو تريتمنت اوبشنز زي ما هنشوف. فعشان كده ده واحد من المواضيع الفيري فيري امبورتنت لازم نبقى مركزين عليه قوي باذن ربنا ان شاء الله. اولا هنتكلم عن الميتاستاتيك بريست كانسر. تعالوا نتكلم اجين الانترودكشن بنتكلم عنها دايما كلاسيفيكيشن اوف بريست كانسر. احنا بنكلاسيفاي بريست كانسر باي مولكيولار كلاسيفيكيشن وبيزد اون البايو ماركرز المتاحه اللي عندنا اللي هي الهرمون ريسبتور اي ار وبي ار والهير 2 الى 3 مين كاتيجوريز كهرمون ريسبتور او بايو ماركر كلاسيفيكيشن، الى هرمون بوزيتيف وده تقريبا بيمثل حوالي 70% من حالات البريست كانسرز، وهير 2 بوزيتيف بريست كانسرز بيمثل حوالي 15 الى 25%، واخيرا التريبل نيجاتيف دول حوالي من 10 ل 15% تقريبا. البايو ماركر او الموليكولار كلاسيفيكيشن اسم اليومينال اي اليومينال بي هير تو انريتشد اند بيزل لايك هو انكلودنج تريبل نيجاتيف. اليومينال اي مين اللي بيبقى هرمون ريسبتور بوزيتيف بيبقى عندهم كي اي 6 7 بيبقى لو ويوجوالي بيبقى هير 2 نيجاتيف. اليومينال بي لا بنلاقي عندهم هرمون بوزيتيف كي اي 6 7 هاي وممكن تلاقي في هذه المجموعه بعض الهير 2 بوزيتيف. الهير 2 انريتشد جروب بيبقى عندهم هير 2 بوزيتيف هرمون نيجاتيف، وزي ما قلنا دي البروجنوست حاسس مع الانتي هير 2 ميديكيشن، واخيرا البيزل لايك اللي هي انكلودنج التريبل نيجاتيف بريست كانسرز. Again دي المولكيولار كلاسيفيكيشنز الفور مين تايبس اللي احنا قلنا عليهم. And الرول اوف تريتمنت اوبشنز زي مثلا ما احنا عارفين انه فور اكزامبل الهرمون بوزيتيف اللي هو اليومن اي واليومن بي بيبقى المين بارت اوف تريتمنت اللي هو الاندوكراين ثيرابي، ولما بيبقى في اليومن بي بيبقى اندوكراين as well as chemotherapy. في حالات الهير 2 mainly بندي chemotherapy and anti هير 2 medications. في التريبل نيجاتيف مين تريتمنت اوبشنز بتاعنا بيبقى chemotherapy، وزي ما احنا شايفين كده الكيموثيرابي sensitivity بتتغير according to specific type. يعني مثلا for example احنا بنتكلم عن الهرمون بوزيتيف هتلاقي انه usually تبقى chemotherapy resistant، however وانت بتتكلم عن الهير 2 بوزيتيف او التريبل نيجاتيف بيبقى usually الكيمو بيبقى عندهم higher chemosensitivity. That's why انه بيبقى main stay for treatment for these cases هو الكيموثيرابي. طيب اللي عايز اقوله بس في الاول قبل ما نتكلم عن specific types for treatment of metastatic breast cancer هو احنا how to take a decision، ازاي انا بقرر التريتمنت بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى هرمونال تريتمنت، هيبقى كيموثيرابي، هيبقى تارجت ثيرابي based on what. في عندنا two main issues اللي بناء عليهم ببدا اقرر which line for treatment. رقم واحد البايوماركر تيستنج، ورقم اتنين السايت اند ليفل اوف ميتاستاسيس. يعني ايه البايوماركر تيستنج؟ طبعا التلاته بايوماركرز اللي احنا عارفينهم اللي هو الاي ار والبي ار والهير 2، وبناء عليهم بنشوف الكلاسيفيكيشن اللي احنا كل مره بنتكلم عنها ايذر هرمون بوزيتيف او هير 2 بوزيتيف او تريبل نيجاتيف. لكن كمان في عندنا further biomarkers المفروض بتبقى indicated لو حد presented with metastatic breast cancer زي ايه؟ زي ال BRCA1 و2، ودي يفضل انك تعملها في حالات الميتاستاتيك بريست كانسر، هي preferable to be done especially لو الناس اللي عندهم higher risk for breast and ovarian cancer syndrome. زي ايه؟ يعني مثلا زي ما قلنا اللي في عندنا more than one member في الفاميلي عندهم breast cancer،
first more than multiple first degree relatives with breast cancer. رقم اتنين لو احنا عندها personal history of breast cancer and ovary cancer، او لو في عندنا bilateral breast cancer او male breast cancer. كل الحاجات دي suggestive ال BRCA mutation، في عندنا history of breast and ovarian cancer syndrome. ف that's why بقى احنا قلنا في adjuvant setting it's preferred ان احنا نعملها، لكن في المتستاتيك سيتنج لا، هي بتبقى انديكيت ان احنا نعمل بي ار سي اي 1 اند 2 سبيشالي في التريبل نيجاتيف زي ما تشوف، لان بتبدا تديني مساحه ل اذر تريتمنت نيو اوبشنز في حاله تريبل نيجاتيف بريست كانسر. كمان من ضمن الحاجات اللي بقت انديكيتد فور هرمون بوزيتيف بريست كانسر ان تعملها بايو ماركر او معاه يبقى متستاتيك بريست كانسر، كمان حاجه اسمها بي اي 3 كي ميوتيشن اللي هي بيك 3 سي اي، لان بقى عندنا دلوقتي دراجز تارجتنج اللي هو افاليسيب تارجتنج البي اي 3 كي ميتيشن. البي دي ال 1 تيستنج تعملها ولا تعملهاش؟ بنعملها لحالات التريبل نيجاتيف بريست كانسر، يعني زي ما احنا شايفين كده في حالات فور اول اللي هو البراكا 1 اند 2 يوجوالي بتبقى فور هرمون بوزيتيف اند تريبل نيجاتيف. الهرمون بوزيتيف اونلي بعمل لهم بي اي 3 كي اللي هي البيك 3 سي اي ميتيشن، وفي التريبل نيجاتيف بعمل لهم بي دي ال اكسبريشن. طبعا في عندنا مور ذان 1 تول على حسب الدراج اللي انت هتختاره، ايذر الاميونوهيستوكيمستري التقليديه او حاجه اسمها كومبايند بوزيتيف سكور او التيومر ميتيشن بيردن، وده برضو بيدينا الفاليو ان احنا ناسس امين ثيرابي، وده بقى ضمن التريتمنت اوبشنز المتاحه في حالات التريبل نيجاتيف ميتاستاتيك بريست كانسر. يبقى دي البايو ماركرز الثلاثه الستاندرد اللي احنا عارفينهم اي ار وبي ار والهير 2. في عندنا اذر بايو ماركر اوبشنز زي البي ار سي اي 1 اند 2، ودي في حالات الهرمون بوزيتيف والتريبل نيجاتيف. في الهرمون بوزيتيف اونلي في كمان بيك 3 سي اي ميوتيشن، وفي حالات تريبل نيجاتيف التشيك بقى الاميون ماركرز زي البي دي ال اكسبريشن او السي بي اس سكور او تيومر ميوتيشنال بيبتن. يبقى ده رقم واحد في المحدد فور تريتمنت ديسيجن عندي البايو ماركر تيستنج. رقم اتنين السايت اند ليفل اوف ميتاستاس. احنا دايما بنأسس البيشنتس بتوعنا سواء كان هرمون بوزيتيف ولا هيرتو بوزيتيف على حسب الديجري اوف ميتاستاس، هل في عندنا فيسرال ميتاستاس ولا اوليجو او بون اونلي ميتاستاس. في الناس اللي هم بريزنتنج يوجوالي ويز بون ميتاستاس اونلي او العيان عندهم small degree of metastasis حتى even of visceral metastasis، دول غالبا بيبقى البروجنوز بتاعهم بيبقى احسن. وهنشوف كده ان في حالات الهرمون بوست بريست كانسر بيبقى only indicated for endocrine therapy plus ال new medications اللي هنشوفهم اللي هم ال CDK4 and 6 inhibitors. لكن لو انت عندك بقى حد presenting with visceral metastasis especially وعندهم severe symptoms او عندهم highly deteriorating symptoms، يبقى العيان ده انت محتاج حاجه تشتغل very active and very soon في وقت قليل. That's why في هذه الحاله بيبقى indicated for chemotherapy. يعني even مش بس البايوماركر status اللي بتحدد لي التريتمنت اوبشن بتاعي، لا كمان الديزيز بيردن اللي قدامي. لو انت بتتكلم في حاجه low disease burden low burden of disease يعني مثلا bone only، او مثلا واحد عندك وحدات focal lesion اثنين focal lesion مثلا في liver ولا في lung، ده ما فيش عندي visceral metastasis او في عندي crisis visceral metastatic crisis يعني عندي organ involvement وبدأت تعمل impairment لliver function او بدأت تعمل impairment للung function، فساعتها محتاج تدخل سريع. قوات التدخل السريع هنا بتبقى الكيموثيرابي even حتى لو التريتمنت او الكانسر بتاع ده is a hormonal responsive treatment. ايضا من ضمن الاماكن اللي بتبقى حتى الان تمثل لنا دايليما هو البريمتس. البريمست يعتبر على طول ده من الحاجات اللي بتنزل البروجنوز بتاع البيشنتس ان ايتش تايب، سواء كان هرمون بوزيتيف ولا هير 2 بوزيتيف. وانس ان حصل بريمتس معناه ان البروجنوز عندها بيبقى بور بروجنوزس. التريتمنت اوبشن بتاعك انك بتحاول تختار حاجات، لو هتختار تارجت ثيرابي او تختار كيمو ثيرابي حاجات بتعدي البرين بارير، از ويل از بقى اللوكلايزد برين ثيرابي سواء كان حاجه زي ستيريوتاكتيك راديو ثيرابي او زي الراديو ثيرابي وول برين الراديشن. يبقى المحدد الثاني في التريتمنت اوبشن بتاعك هو الديزيز بيردن. يبقى حاجتين مهمين قوي، البايو ماركر تيستنج والديزيز بيردن او سايت اوف ميتاستاسيس، هم دول بيحددوا لي التريتمنت اوبشن. كان مهم قوي افرش الفرشه دي قبل ما نتكلم ايه هي التريتمنت اوبشنز اللي قدامنا، ابقى عارف هاو تو تشوز ا تريتمنت. طيب نبدأ بقى نتكلم عن التريتمنت بانل بتاعتي. احنا بنقسم زي ما قلت لكم الحالات الميتاستاتيك بريست كانسر according to disease burden and according to biomarker
اول حاجه هنتكلم عن الحالات اللي هم بيبقى عندهم فيش اكستنسيف فيسرال انفولفمنت، مفيش عندي فيسرال كرايسيس، الى هرمون بوزيتيف وهير تو وهرمون نيجاتيف. هرمون بوزيتيف لو هو اونلي هرمون بوزيتيف، يعني هرمون بوزيتيف وهير تو نيجاتيف، ساعتها بيبقى المين ستاي فور تريتمنت بيبقى اندوكراين ثيرابي، وده كمان زي ما قلت لكم انفولفينج النيو ميديكيشنز اللي هي سي دي كي 46 انهبيتورز، اللي هي بقت في فرونت لاين ثيرابي في حالات الميتاستاتيك هرمون بوزيتيف بريست كانسر. تمام. طيب لو هي هرمون بوزيتيف وهير تو بوزيتيف كمان، يبقى برضه المين ستاي فور تريتمنت هنا هو الاندوكراين ثيرابي بلس اور ماينس ادي انتي هير 2. ادي انتي هير 2 بدي في هذه الحاله انتي هير 2 بيبقى حاجات مايلد بروتوكول زي ما نشوف كده، زي سنجل ايجنت تراستوزوماب او سنجل ايجنت لباتنب، دي تريتمنت اوبشنز في حالات الهرمون بوزيتيف هير 2 بوزيتيف. يبقى انت لو عايز تتكلم على حاله هرمون بوزيتيف يبقى المين ستاي اوف تريتمنت لو انت بتتكلم على النو اكستنسيف فيسرال ميتاستاس هيبقى اندوكراين ثيرابي. طيب لو كانت هرمون نيجاتيف هير 2 بوزيتيف، يبقى في هذه الحاله المين ستاي فور تريتمنت هيبقى كيموثيرابي از ويل از انتي هير 2 ميديكيشن. يبقى لو انت بتتكلم في حاله تاني هرمون نيجاتيف هير 2 بوزيتيف، يبقى المين ستاي فور تريتمنت هيبقى كيموثيرابي مع انتي هير 2. طب ماذا لو كانت الحاله دي تريبل نيجاتيف، هرمون نيجاتيف وهير 2 نيجاتيف، تريبل نيجاتيف هيبقى المين ستاي فور تريتمنت كيمو ثيرابي. وحاليا دلوقتي في عندنا نيو اوبشنز زي الاميونو ثيرابي لو العيان دول عندهم بي دي ال اكسبريشن هايلي ريبريزنتيف، يعني مثلا البيمبرو فور بي دي ال اكسبريشن فور سي بي اس سكور اكتر من 10% زي ما هتشوف، او الاتيزوليزوماب لو البي دي ال سكور اكتر من 1 اكتر من 1%. يبقى دي التريتمنت اوبشن في انهي بيشنت العيان عندهم low disease burden، يعني ما عنديش visceral metastatic crisis. ودايما ما تنسوش this hint او this point ان العيانين عندهم BRCA1 and 2 mutation can benefit from الاولابارب والتلازوبارب. طب ايه الاولابارب والتلازوبارب؟ دول PARP inhibitors. احنا طبعا هنشوف في PARP inhibitors احنا في عندنا more than one drug، في عندنا الاولابارب، الروكابارب، النيرابارب، دول بتوع الاوفريان كانسر، وكمان في عندنا التلازوبارب وده انديكيتد في البريست كانسر. الاونلي بارب انهبيتورز انديكيتد في الميتاستاتيك بي ار سي اي 1 اند 2 بوزيتيف بريست كانسر اللي هم الاولابارب والتلازوبارب، ودول كان بيدان في حالات الهرمون ريسبتور بوزيتيف اند التريبل نيجاتيف. خلي بالك انت البي ار سي اي يمكن هي بيبقى ليها قوه او ليها امبورتنس ان هرمون بوزيتيف and triple negative breast cancer، لان الترايل بتاعه الاولابارب وبتاعه التلازوبارب لما اتعملت في عين هم كانوا هير 2 نيجاتيف، سواء كان بقى هرمون بوزيتيف او تريبل نيجاتيف. يبقى ده اللاند سكيب فور تريتمنت في حالات الميتاستاتيك بريست كانسر اللي هم لو بيردن اوف ديزيز، يعني ما عنديش فيسرال كرايسيس. لكن لو عندي اكستنسيف visceral involvement او بيسموها visceral crisis زي ما قلت لكم كده ان في عندي more than one metastasis مثلا في الليفر، وهتبدا تعمل affection في الليفر function او تعمل affection في اللونج function، يعني بتدخل في هايبوكسيا او يدخل في manifestations، ساعتها انت عايز قوات تدخل سريع. في هذه الحاله لو انت بتتكلم في حالات هرمون بوزيتيف بريست كانسر، يبقى في هذه الحاله لازم تتكلم عن كيمو ثيرابي. طب الهير 2 بوزيتيف مش هيتغير كتير، هو كيمو ثيرابي وانتي هير 2، ولو تريبل نيجاتيف مش هيتغير كتير برضو هو كيمو ثيرابي. يعني المين ايشو اللي هيتغير هنا هو في حالات الهرمون بوزيتيف، الهرمون بوزيتيف بريست كانسر في هذه الحاله لازم هيمشوا على كيمو ثيرابي. واجين فور بي ار سي اي 1 اند 2 ميوتيشن لو موجودين، يبقى واحد من الفيرست لاين اوبشنز بتاعتك هو البارب انهبيتورز اللي هم التو دراجز دول الاولابارب والتلازوبارب. طيب نبدا بقى نتكلم تفصيل بقى اكتر عن كل واحد من الحالات البريست كانسرز دي، الميتستاتيك هرمون بوزيتيف بريست كانسر، والميتستاتيك هير 2 بوزيتيف بريست كانسر، والميتستاتيك تريبل نيجاتيف بريست كانسر. نبدا اول حاجه الميتستاتيك هرمون بوزيتيف. طبعا هرمون بوزيتيف بنقسمه الى هرمون بوزيتيف وهير 2 نيجاتيف، دول زي ما قلت لكم بيمسحوا 60 70% من الحالات، وفي عندنا هرمون بوزيتيف اند هير 2 بوزيتيف، ودي نسبه برضو ما هياش قليله، غير بقى البيور هير 2 بوزيتيف اند هرمون نيجاتيف ميتستاتيك بريست كانسر. نبدا الاول نتكلم عن الهرمون بوزيتيف هير 2 نيجاتيف بريست كانسر.
يمكن زي ما احنا شايفين كده، انا جايب لكم الام سي ان، جايب لكم التريتمنت اوبشن في حالات الهرمون بوزيتيف هير 2 نيجاتيف بريست كانسر. اوكي، هنا بنتكلم في حالات الهرمون بوزيتيف اللي هي اي ار او بي ار بوزيتيف بريست كانسر، بقسمهم الى هرمون بوزيتيف هير 2 نيجاتيف، وفي عندنا هرمون بوزيتيف هير 2 بوزيتيف. كان اول نتكلم عن هرمون بوزيتيف هير 2 نيجاتيف، زي ما تقول ده المين بالك، وزي ما احنا شايفين في a lot of treatment options. ال NCN حاطه في الفيرست لاين بريفيرد ريجيمن، بدي اروماتيز انهبيتور مع سي دي كي 46 انهبيتور، اللي هم واحد من ثلاثه دراجز ابروفد، الابيما سايكليب، البالبو سايكليب، والرايبو سايكليب، وده از كاتيجوري 1. او ممكن احط برضو كومبينيشن ما بين ال سي دي كي 46 انهبيتور واحد برضو من الثلاثه مع حاجه اسمها سيلكتيف سيرد او سيلكتيف استروجين داون ريجليتور اللي هو الفولفستيرانت. اوكي، يبقى ده الاوبشن الثاني، بحط سي دي كي 46 انهبيتورز مع فولفسترانت اللي هو زي ما قلت لكم ده بيسموه حاجه اسمها سيلكتيف استروجين ريسبتور داون ريجليتور، سيرد غير السيرم اللي هو التاموكسفين سيلكتيف استروجين ريسبتور موديريتور. ما تشوف يمكن الفرق بتاعهم في الميكانيزم اكشن. في انذر اوبشن برضو كان بيزد اون ترايل اتعملت على الفولفسترانت مع الاروماتيز انهبيتور، كومبينيشن اوف الفولفسترانت على الاروماتيز انهبيتور. هجيب لكم حتى قصه الفولفسترانت وازاي بدانا بيه اس اف اس سنجل ايجنت، وبعد كده احنا نعمل كومبينيشن مع اي اي انهبيتور، او ان احنا نعمل كومبينيشن مع سي دي كي 46 انهبيتور. لكن لا يزال الفيرست لاين بريفيرد ريجيمن انك تعمل كومبينيشن ما بين سي دي كي 46 انهبيتورز بلس بقى ايذر اروماتيز انهبيتور او سيرد اللي هو الفولفسترانت. ده فور فيرست لاين ثيرابي. في السكند لاين ثيرابي، لو العيان ما خدش قبل كده سي دي كي 46 انهبيتور يبقى ماست بي انكلودد، وده واحد من الكاتيجوري 1. والنيو دراج اللي هو فور الابيليسيب فور بي اي كي 3 سي اي ميوتيشن، ده زي ما قلت لكم الناس اللي عندهم بي اي كي اللي هو فوسفات انستول 3 كاينيز 3 سي اي ميوتيشن كان بينفيت فروم انتي بيك 3 سي اي انهبيتورز. ولا يزال الايفرولمس من ساعه ما طلع في البلوري ترايل حتى الان مكمل معانا، ممكن ادي ايفرولمس وذ كومبينيشن وذ اروماتيز انهبيتور في السبسيكونت لاينز. طبعا الاذر تريتمنت لو اي واحد من دول ما اتاخدش ممكن تديه، او ممكن تدي سنجل اندوكراين ثيرابي او تشيك بوينت انهبيتور. يبقى دي التريتمنت اوبشنز زي ما قلت لكم، احنا شايفين ده الفيرجن بتاع الكام بتاعت فبراير 2022، يعني موست ابديتد فيرجن في علاج الهرمون بوزيتيف بريست كانسر. طيب لو العيان بقى عنده هرمون بوزيتيف وهيرتو بوزيتيف، يبقى برضه المين ستي فور تريتمنت هيبقى اندوكراين ثيرابي زي ما احنا شايفين كله، لازم يبقى في عندنا اروماتيز انهبيتور او فولفسترانت بلس حاجه بقى بتارجت الهير 2 و سنجل ايجنت تراستوزوماب او زي حاجه زي اللاباتانيب، او انك تعمل كومبينيشن ما بين تراستوزوماب واللاباتانيب مع بعض. بس المين ستي زي اجين هنا هيبقى هو الاندوكراين ثيرابي مع انتي هير 2 ميديكيشن. يمكن دي الاسكو جايد لاينز اباوت الهرمون ثيرابي في حالات او في فور تريتمنت اوف هرمون بوزيتيف ميتاستاتيك بريست كانسر. في شويه كي بوينتس بس كده عايز اكد عليهم واحنا بنتكلم عن تريتمنت فور هرمون بوزيتيف ميتاستاتيك بريست كانسر. اول حاجه خالص انه اي عيان عنده هرمون ريسبتور بوزيتيف اني ديجري اكتر من 1% لازم ياخد اندوكراين ثيرابي. يبقى اني بيشنت هوز تيومر اكسبريس اني ليفل، اني ليفل يعني اكتر من 1% من الاي ار او بي ار، يبقى ده عيان هرمون ريسبتور بوزيتيف، وده لازم يبقى المين ستاي فور تريتمنت اجين هو اندوكراين ثيرابي. اجين امتى تدي كيموثيرابي؟ كيموثيرابي ممكن تديه لو انت عندك لايف ثريتنينج ديزيز اللي هو في حالات ال extensive visceral involvement او بيسموها ال visceral crisis، او لو العيان دوت عنده هرمون بوزيتيف اند هير 2 بوزيتيف ديزيز، يبقى ساعتها انت ممكن تدي مع العيانين دول اندوكراين ثيرابي كيموثيرابي مع انتي هير 2. بس خلي بالك انه مفيش ابدا انك تدي كومبينيشن الاثنين مع بعض ات ذا سيم تايم، يعني ما ينفعش تدي العيان دوت كيموثيرابي واندوكراين ثيرابي ات ذا سيم تايم. خلاص، يبقى لازم لو هتدي يبقى تدي الاول كيموثيرابي، وبعد ما يخلص الكورس بلاند كورس بتاع الكيموثيرابي بتاعتك تدي بعد كده اندوكراين ثيرابي. لكن كومبينيشن تحط الاثنين مع بعض لا، ده نوت
approved by الاسكو guidelines. اخر حاجه خالص addition of anti HER2 target therapy. ممكن تدي anti HER2 في العيانين اللي احنا قلنا عليهم هرمون بوزيتيف اند هير 2 بوزيتيف. يبقى ممكن احط انتي هير 2 في الناس اللي هم هرمون بوزيتيف انتي هير 2 بوزيتيف، ساعتها هيبقى المين ستي فور تريتمنت هنا اجين الاندوكراين ثيرابي اللي هو الاروماتيز انهبيتور مع الانتي هير 2 ميديكيشن. دي شويه زي ما قلت لكم تاب سنتريك اكس، حاجات مهمه قوي نبقى عارفينها واحنا بندعم حالات هرمون بوزيتيف ميتاستاتيك بريست كانسر. طيب نيجي بقى نشوف بقى التريتمنت اوبشنز اللي احنا اتكلمنا عليهم دول في الانس ان جايد لاينز وايفيدنس بيست مع كل واحده فيهم. اول حاجه خالص هنتكلم عنها السي دي كي 46 انهبيتورز. هي ايه فكره السي دي كي 46 انهبيتورز دول؟ كانت المشكله دايما في الناس ان هم بيبقوا هرمون بوزيتيف بريست كانسر الفيرست تايم فور تريتمنت طبعا بيبقى الاندوكراين ثيرابي، سواء كان اروماتيز انهبيتور اللي هي بوست مينوبوزل او تاموكسفين اللي هي بري مينوبوزل. طبعا تاموكسفين ينفع بري مينوبوز اند بوست مينوبوز، بس الاغلب الاستادز كانت معموله على بوست مينوبوزال وومن والايفيدنس بتاعت الاروماتيز انهبيتور كانت احسن من التاكوكسفين. ذاتس واي ان الاروماتيز انهبيتور بقت هي دي الابروفد فور بوست مينوبوزال اند فور بري مينوبوزال بعملهم اوفيري سبريشن بلس اي اي. ده كان المين ستي فور تريتمنت لسنوات طويله وعقود طويله، لكن كده مشكله دايما ان بيحصل ريزيستنس. واحده من الميكانيزمز بتاعت الريزيستنس هو ان بيحصل اوفر اكتيفيشن على مستوى السيل سايكل بروتينز سبيشالي على مستوى السي دي كي اند 4. دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بروتينز بتلعب دور ان هي فاكتورز بتزود السيل جروث اند سيل ديفلوبمنت وبمنتين السيل لايف سايكل. اوكي اعتقد ان تشتغل كبروفيشنال ماركر، يعني بتعمل اكتيفيشن للدي ان اي. فكانت الفكره ان احنا واي نوت ان احنا نتارجت السي دي كي 46 باث واي، وبالتالي اعمل انهبيشن للسيل سايكل، وبالتالي اعمل انهبيشن للمين باث واي بتاعه الاندوكراين ريزيستنس. وفعلا بدا الفكره عن التريتمنتس اللي بتارجت سي دي كي 46 دراجز هم ثلاثه اللي هم البالبوسايكليب الرايبوسايكليب و الابيما سايكلين. الثري دراجز دول هم دول بيتارجت سي دي 4 ان 6. وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم ان هم بي انهبيت سي دي 4 ان 6 وبالتالي بريفنت دير بايندنج مع سايكلين دي. كانت سايكلين دي ده واحد من الكي بروتينز اللي بتستيميليت سيل سايكل جروث اند ديفلوبمنت من خلال ان هي لما ترتبط مع سي دي كي 4 ان 6 بتبدا تعمل بعد كده اكتيفيشن او انهبيشن للريتروبلاستوم الار بي بروتين، واللي بعد كده بياكتيفيت السي دي كي 2 وبيشتغل بعد كده على اكسبريشن فاكتور 2 عشان خاطر يمنتين او يعمل انهانسمنت للسيل جروث اند ديفلوبمنت ويساعد على سيل سايكل بروجريشن. فانت وانس احنا بنتارجت بقى السي دي كي 4 اند 6 من خلال واحد من الميديكيشنز اللي انا قلت عليهم البالبو او الرايبو او الابيوم سايكل، بيعملوا ايه؟ بيخلوا السي دي كي 4 اند 6 تفضل ماسكه في السايكلين دي، ولو تفضل ماسكه فيهم بينهبت بقى ان السايكلين دي يبقى اكتيفيتد، وبالتالي بينهبت سيل جروث اند ديفلوبمنت، وبالتالي الخليه دي مش بتنقسم، لا بيخليها تمشي بعد كده في الباثوي بتاعه السيل ديس. ده الميكانيزم في اكشن اوف سي دي كي 4 اند 6. يبقى هي مين اللي بتشتغل على السيل سايكل باثوي؟ السيل سايكل بروتينز اللي هم سي دي كي 4 اند 6 لما بتمسك فيهم بتنهبت سي دي 4 اند 6 بينهبت بعد كده السايكلين دي اند سايكلين سي دي كي 2 المسؤولين عن الاكتيفيشن اوف الاكسبريشن فاكتور 2 اللي بي مينتين السيل سايكل. طيب كل دراج من دول كان ليه مجموعه من الترايلز ساعدت بعد كده فور ابروفل ان ميتاستاتيك بريست كانسر. وبقى نشوف من السكند لاين للفيرست لاين for treatment of metastatic breast cancer. اول واحد فيهم هتكلم عنه هو الرايبوسايكل. الرايبوسايكل باللاند مارك ترايلز بتاعته كان اسمها بالوما ترايلز. بالوما في عندنا اكتر من واحد، هتكلم فيهم عن بالوما 2 وبالوما 3. البالوما 2 ترايل كان بيكمبير البالبوسايكل مع الليتريزول فيرسس الليتريزول الون اللي هو كان ستاندرد فور تريتمنت ساعتها از اروماتيز انهبيتور. في اغلب الحالات اللي كانوا انكلودد في هذه الترايل هم البوست مينوبوزال وومن، خدهم في الفيرست لاين سيتنج، يعني عيانه ما خدتش قبل كده اني هرمونال تريتمنت سيرف بريست كانسر وهرمون نايف. لقينا ان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن فري سرفايفل حوالي 24 شهر فيرسس 14 شهر في البلاسبو ارم اللي هو ما كانش فيه بالبو سايكلب، وزي ما احنا شايفين حصل بروجريشن اوف بروجريشن فري سرفايفل حوالي 10 شهور. وعشان كده البالبو سايكلب بقى ابروفد في الفيرست لاين
مع الـ AI في حالات مستر هرمون بوزيتيف بريست كانسر. البلوما 3 بقى هنا انكلودنج بوست مينوبوزال اند بري مينوبوزال ويمن. دي ده اول فرق. الفرق الثاني ان هم خدوا هنا بقى بالب سايكل مع فول فيسترانت، والفول فيسترانت ده هنتكلم عنه كمان شويه، ده واحد بيسموه سيرد او سيلكتيف استروجين ريسبتور داون ريجريتور، يعني بيكسر الاستروجين ريسبتور جوه الخليه نفسها. وكانت الكومباريتيف ارم هنا هو اونلي فول فيسترانت، استخدموه rather than first line، يعني ممكن في السكند لاين اللي هم العيين خدوا قبل كده هرمونال تريتمنت، لو هنا برضو في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل 9 شهور كومبيرد ب 4 شهور في البلاسيبو ارم. ومش كده بس، كمان كان في عندنا significant improvement في الاوفرول سرفايفل في البالبوسايكليب ارم، وذاتس واي ان البالبوسايكليب بقى approved for first line and second line premenopausal and postmenopausal women with metastatic hormone positive breast cancer. تاني واحد من العيلة ال CDK4 and 6 inhibitors اللي هو الرايبوسايكليب. الرايبوسايكليب كانت اللاند مارك ترايلز بتاعته اسمها موناليزا ترايلز. طبعا يمكن الناس اللي هي بتذاكر الماجستير او كده مش مهم قوي نعرف اسماء الترايلز، لكن في حاجات لاند مارك ترايلز لازم تعرفها، لكن غير كده بقى الناس بتذاكر دكتوراه بتذاكر زمان لازم اللاند مارك ترايلز دي حافظينها كويس قوي. اوكي، في عندنا اول حاجه البالوما ترايلز بتاعت البالبوسايكليب، وعندنا الموناليزا ترايلز بتاعت الرايبو سايكليب. زي برضو الرايبو كان في عندنا البالبو، كان في عندنا بالبو 1 وبالبو 2 اند 3، نفس الكلام في عندنا موناليزا 2 اند موناليزا 3. موناليزا 2 برضو كانت في فيرست لاين سيتنج، وكانوا انكلودنج بوست مينوبوزال وومن، خدوا رايبو سايكل مع التريزول فيرسس التريزول الون. اجين كان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل 25 شهر كومبيرد ب 16 شهر في البسمو ارم، تقريبا نفس الفرق اللي هو حوالي 10 شهور امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل، اند ذاتس واي ابرود في فيرست لاين سيتنج. في الموناليزا 3 دول بقى خدوا برضه عين في الفيرست لاين او في السكند لاين زي هناك، بس برضه كان انكلودنج بيشنت ويز بوست مينيبوزل، واجين برضه كانوا خدوا رايبوسايكل مع فولفيستراند فيرسس فولفيسترانت الون. كان اجين في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل حوالي 20 شهر كومبيرد ب 12 شهر، وامبروفمنت في الاوفرول سرفايفل. يمكن ده الابديتس اعتقد في 2021 ان في عندنا اوفرول سرفايفل بينفيت في حالات الرايبو سايكل، واعتقد ده يمكن الدراج الوحيد في هذه المجموعه اللي عامل اوفرول سرفايفل بينفيت وبشهور كبير قوي، زي ما احنا شايفين في اوفرول سرفايفل بتاعهم كان نوت ريتشد وكانت هايلي سيجنيفيكانت. تعال بعد كده موناليزا 7. الموناليزا 7 هنا خدوا اني اندوكراين تريتمنت، بس الفكره بس ان هم كانوا بينكلوب كمان البري مينوبوزال ومن. زي ما احنا شايفين كان اغلب الموناليزا 2 اند 3 انكلودنج اونلي بوست مينوبوزال ومن، في الموناليزا 7 انكلودنج بري مينوبوزال ومن، وادولهم ايه؟ ادولهم اندوكراين تريتمنت ايذر تاموكسفين او ادولهم كمان اي اي مع اوفريان سبريشن. اجين برضو شفنا ان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل 23 شهر فيرسس 13 شهر اللي هم ال 10 شهور دايما اللي كان بيطول في البروجريشن في سرفايفل، واجين كان في عندنا اوفر سرفايفل بنفيت حوالي 42 مانس في 70% من العيانين اللي كانوا ماشيين على الريبوسايكليب ارم، وذاتس واي ان الريبوسايكليب كومبايند وذ كيم وذ اي اي او اندوكراين تريتمنت از ابروفد فور فيرست لاين اند سكند لاين بري مينوبوزال اند بوست مينوبوزال ومن. اخر واحد في هذه المجموعه الابيما سايكليب واللاند مارك ترايل اسمها مونارك ترايل. عندنا مونارك 1 و2 و3. مونارك 1 ده كان بس سنجل ايجنت زي كلهم، او مبادئ كان بادئ سنجل ايجنت، بس هو من الاول خد العينين بري مينوبوزال اند بوست مينوبوزال، والريسبونس ريت بتاعنا كان حوالي 20% من الحالات. مونارك 2 برضو خد بري مينوبوزال وومن اند بوست مينوبوزال وومن، وهنا بقى كان واخد الابيما سايكليب مع فولفيسترانت فيرسس فولفيسترانت الون. زي ما احنا شايفين امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل حوالي 16 فيرسس 9 و3، وكمان في عامل لنا اوفرول سرفايفل بنفيت في العينين دول. العينين دول كانوا واخدين فيرست لاين وسكند لاين سيتنج من الاول على طول. المونارك 3 دول خدوا نون استرويدال ارومتاز انهبيتور اللي هو الاكزيمستين مع الابيما سايكليب فيرسس الاكزيمستين الون بوست مينوبوزال وومن في السكند لاين ثيرابي. اجين في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل كومبيرد ب سوري ده كان فيرست لاين سيتنج، زي ما شايفين امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل 28 فيرسس 14، برضه هم نفس ال 10 شهور اللي بنتكلم عنهم كاز از فيرست لاين. وذاتس واي البيم سايكل اجين هو
خد الابروفال فور بري منبوزل بوست منبوزل فيرست لاين سيتنج اند سكند لاين. بس زي ما احنا شايفين دايما انه برغم ان في عندنا امبروفمنت في الفيرست لاين او في السكند لاين، المين بنفيت فور ريديز دراجز لو اتاخد في الفيرست لاين تريتمنت، في عندنا 10 شهور امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل، لكن بعد كده لما بتاخد في الفيردر او سبسيكوينت لاين فور تريتمنت بيبقى البنفيت بتاعهم بيبقى اقل. بالنسبه للسايد افكت بروفايل برضو نبقى عارفينه اباوت سي دي كي 4 6 انهبيتورز، طبعا موستلي فيهم بيعملوا جي اي ابسيت، بيعملوا سكين توكسيسيتي، لكن كمان عايزين ناكد على بعض التوكسيسيتي بتبقى سبيسيفيك فور اول ذيز دراجز، هي النيتروبينيا. النيتروبينيا واحد من السايد افكت بروفايلز المشتركه في كل السي دي كي 4 6 انهبيتورز جريد 2 تو جريد 3، النيتروبينيا كان موجوده فيهم كلهم، يمكن اقلهم شويه في النيتروبينيا والابيوموسايكليب، والابيوموسايكليب اكتر واحد فيهم في الدايريه. فالدايريه هي المين ايشو في حالات الابيوموسايكليب، النيتروبينيا في حالات البالبوسايكليب اند رايبوسايكليب. ده كان الفيرست لاين اللي هنقول عليه سي دي 4 6 انهبيتورز في حالات الميتاستاتيك هرمون بوزيتيف بريست كانسر. طيب تعالوا نشوف بعد كده الفولفسترنت. الفولفسترنت اول ما دخل بيدخل فيه سواج اس او 2 تو 6 تران. الفولفسترنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيلكتيف اس ريسبتور داون ريجليتور بيسموها السرد. طب ايه الفرق ما بين السرد والسرم بقى؟ السرم اللي هو التاموكسفين ده كان سيلكتيف اس ريسبتور موديوليتور. يعني ايه؟ احنا عندنا اس ريسبتور موجوده على مور ذان وان اورجان، موجوده في البريست وموجوده في اليوترس وموجوده في البون، طبعا different tissues بس، وكمان blood vessel يعني عارفين كل دي tissues بيبقى عليها estrogen receptor. كان ال effect of ال tamoxifen على ال breast بي inhibit ال proliferation of ال breast glands، وعلى مستوى ال endometrium بتاعة الرحم كان بي stimulate ال endometrium growth، وعلى مستوى البون بي inhibit ال bone growth. عشان كده واحدة من السايد افكتس بتاعت الاستروجين انه كان بيزود الريسك فور يوتراين كانسر وبيعمل اوستيوبروزس. لكن فكرة السيرد بقى او سيرتيف استروجين ريسبتور داون ريجليتور، لا هو ده بيمسك في ريسبتورز انترا سيلولار، دي يعني هو نفسه بيمسك في ريسبتورز جوه الخلية، ادي ده الاستروجين وادي الاستروجين ريسبتور، بيمسك الفولفسترين بيمسك في ريسبتور جوه الخلية وبيعمل لها دامج بيكسرها. That's why إنه الانهبيشن إفكت بتاع أو الانهبيتوري إفكت بتاعه بيبقى على مستوى البريست وعلى مستوى اليوترس، ما فيش عنده إنكريز ريسك فور يوتراين كانسر. ده فرق. الفرق التاني إنه مور باورفول في الأكشن بتاعه. هو فكرة ال تاموكسفين إن جاست بيمسك في ريسبتور وخلاص وبينهبت بايندنج فور ريسبتور لل الاستروجين، لان هو الاستروجين هو الاستروجين ريسبتور عندها افينيتي فور استروجين وعندها افينيتي فور تاموكسفين. ده عباره عن دراج شبه التاموكسفين شبه الاستروجين بالظبط، فبيشتغل كانه ريفرسيبل انهبيتور للاستروجين ريسبتور. لكن نقدر نتغلب عليه لو كل ما تزيد كميه الاستروجين هيعمل ريبليسمنت للتاموكسفين. القصه دي مش موجوده اصلا في الفولفسترانت. ليه؟ لان الفولفسترانت وانس ان هو مسك في ريسبتور بيعمل داون ريجريشن او بيعمل دامج بقى للريسبتور، بيكسر الريسبتور تماما، ودي الادفانتج اوف فولفسترانت اوفر تاموكسفين. يبقى اول حاجه ما بيأثرش على اليوترس، الحاجه الثانيه يبقى مور باورفول لانه بيعمل داون ريجريشن او بيعمل انهبيشن للريسبتور نفسه، بيكسر الريسبتور. ده الميكانيزم اوف اكشن فولفسترانت. الفولفسترانت يمكن اول ما كان ابروفد كان كومبيرنج في الفولفسترانت فيرسس الاروماتيز انهبيتور في اول تراك كان اسمها فالكون تراين، ويمكن بالفالكون تراين دي بقى الفولفسترانت ابروفد فيرست لاين سيتنج في حالات الهرمون بوزيتيف بريست كانسر، كان عامل بروجريشن في سرفايفل بينفيت. يمكن زي ما احنا شايفين كده حوالي 3 شهور، وكان سيجنيفيكانتلي امبروفمنت في حالات البروجريشن في سرفايفل. اجين برضو اتعمل ترايل تانية بس هنا كومبيرنج بقى بالاناسترازول برضو انذر نون ستيرويد انابتيز انهبيتور.
فولفسترونت كومبيت بقى ناس نزلوا كان اسمها فيرست ترايل، يعني عندنا الفالكون وعندنا الفيرست، واجين كان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل، ما كانش في عندنا امبروفمنت في الاوفرول سرفايفل. لغايه لما فكروا طيب قالوا واي نوت ان احنا نعمل كومبينيشن بقى ما بين اروماتيز انهبيتور مع فولفسترونت، وفعلا اتعملت السواج S0226 ترايل، وفي هذه الترايل كانوا كومبيرينج فولفسترنت مع اروماتيز انهبيتور اللي هو انستراسول كومبيرد بالانستراسول الون. وزي ما احنا شايفين كده ان هذه الترايل كانت بوزيتيف ترايل، لان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل وامبروفمنت في الاوفرول سرفايفل. ومن هنا يمكن ال NCN زي ما قلت لكم في نسختها بتاعت 2022 ستيل حاطه من ال preferred regimen في first line for treatment هنعمل combination of fulvestrant مع anastrozole في عيني الهرمون بوزيتيف بريست كانسر. لكن زي ما قلت ان دي خليها as an option في العيين هم مش هيبقى عندهم access for CDK4/6 inhibitor، لان نتائج CDK4/6 inhibitor احسن من مع الاروماتيز inhibitor، احسن من نتائج الفولفسترات مع الاروماتيز inhibitor. زي ما احنا شايفين كده ان البروجريشن في سرفايفل كان 15 شهر versus 13 شهر في حالات الكومبينيشن اوف فولفسترانت مع الانستراسول. لو تفتكروا كده مع البالبو سايكل ولا الرايبو سايكل ولا الابيما كان فرق 10 شهور، فكانت نتائجهم احسن من الفرق هنا قدامنا حوالي 3 شهرين بس او اقل من شهرين از بنفيت. يعني ده كان تاني دراج اتكلمنا عنه، اتكلمنا عن CD4 6 انهبيتورز واتكلمنا عن الفولفسترنت. تالت واحد ولا يزال في القائمه برضو في السكند لاين ميتستاتيك هرمون بوست بريست كانسر هو الايفيرولمس. الايفيرولمس ترايل بتاعته اسمها بوليرو ترايل. البوليرو ترايل دول كانوا كومبيرنج بالايفيرولمس مع ستيرويد الانوتيز انهبيتور هو الاكزامستين كومبيرد بالاكزامستين الون في العيانين اللي هم كانوا بروجريسد افتر فيرست لاين فور تريتمنت من اروماتيز انهبيتور، يعني واخدين عينين هرمون بوزيتيف اللي هم قبل كده اوريدي يا اما ايذر اللي حصل لهم بروجريشن على الاروماتيز انهبيتور او ريفراكتوري تو اروماتيز انهبيتور. وزي ما احنا شايفين في الترايل دي لقينا في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل في الايفرولابس ارم، لكن الاوفرول سرفايفل ما تحسنش، يعني البروجريشن في سرفايفل اتحسن كومبيرد بي الاكزامستين الون، هوفر ان اوفرول سرفايفل از نوت امبروفد. لكن واحده من مشاكل الايفرولمس طبعا احنا عارفين هو الاستوماتايتس، واحد بيعمل طبعا مشاكل كبيره على السكن، بيعمل استوماتايتس في الفم والسكن طبعا بيعمل استوماتايتس، عشان كده واحده من البريكوشنز مهمه قوي للعيانين هيمشوا على ايفرولمس الماوث كير، حاجه من الحاجات المهمه قوي. وايفن كمان ممكن تدي لهم زي ديكساميثازون ماوث ووش عشان خاطر يقلل الاستوماتايتس والدايريه عندهم. ايضا other complications هايبر جلايسيميا وديستابيديميا، دي حاجات من ضمن الحاجات اللي لازم تتيك كير وانت بتدي عين دول الايفرولمس. يمكن اخر دراج هتكلم عنه في الهرمون بوست بريست كانسر اخر ابديت السولار 1 ترايل، واللي دخلت 1 نيو دراج اللي هو البلسلب. البلسلب ده بي اي 3 كي انهبيتور بيشتغل، لان طبعا انه في عندنا امبروفمنت في العيانين هم كان عندهم بي اي كي 3 سي اي ميوتيشن. ادي الترايل اللي هي السولار 1 ترايل زي ما شايفين كده، واخدين عيانين بوست منوزل بريست كانسر اند بري منوبوزل، عيانين هرمون بوست بريست كانسر سواء كان بري منوبوزل او بوست منوبوزل كلهم كانوا انكلودد، اللي هم كانوا بروجريسد اجين على الاي اي انهبيتور اروماتيز انهبيتور او سي دي كي 4 6 انهبيتور. عملنا لهم راندمايزيشن في العيين هم عندهم بي اي كي 3 سي اي ميوتيشن فيرسس ان هم ياخدوا البيكري اللي هو الاسم التجاري للبلسلب مع اروماتيز انهبيتور مع السيرد اللي هو فولفسترانت فيرسس فولفسترانت الون. لقينا ايه؟ لقينا في عندنا زي ما احنا شايفين كده امبروفمنت في البروجريشن فري سرفايفل في البلسلب ارم، ومن هنا بقى في عندنا approval of الالبلسلب in patient with PIK3CA mutation اللي هم كانوا هرمون بوست بريست كانسر progressed further than after first line of aromatase inhibitor. لكن واحده من السايد افكت بروفايل المهمه قوي تبقى عارفه باوت الالبلسلب هو الهايبر جلايسيميا يمكن اب تو دي كي اي، يعني في عيانين بيوصلوا للدي كي اي. طبعا الهايبر جلايسيميا تبقى مانجد هنا بتدي عيان دوت انتي هايبر جلايسيميك ميديكيشن اورال ميديكيشن حتى الميتفورمين كان عمل امبروفمنت، لكن تو تيك كير ان ساتش بيشنت
لازم تفرقوا بلا جلوكوز عشان خاطر ما يدخلوش فيه سيفير هايبرجلاسيميا اب تو ديكي. يبقى دي التريتمنت اوبشنز الابروفد في حالات الهرمون بوزيتيف بريست كانسر اللي احنا قلنا عليهم. اتكلمنا عن السي دي كي 4 6 انهبيتورز ثلاثه دراجز، البالبوسايكليب، الرايبوسايكليب، الابيماسايكليب، كل واحد بيه الكلينيكال ترايل بتاعته. وبعدين اتكلمنا عن الفولفيسترنت، طبعا الانيشال ترايلز اللي هي كانت الفالكون ترايل والفيرست ترايل، وبعد كده ويز كومبينيشن مع اروماتيز انهبيتور. وبعدين شفنا بعد كده كومبينيشن بقى مع سي دي كي 4 6 انهبيتورز زي البالوما 2 والمونارك 2 ترايلز. وبعد كده كمان اتكلمنا عن الايفرولوماس بلور ترايل كسكند لاين، والبلسليب كسكند لاين في العيانين اللي هم عندهم بي اي كي 3 سي اي ميوتيشن بوزيتيف. ده بالنسبه لحالات الهرمون بوست بريست كانسرز اند تريتمنت اوبشنز ليها. بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن التريتمنت اوبشنز في حالات الميتستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر. اجين يمكن السلايد دي احنا قلناها قبل كده، بس انا هعمل شويه تحديثات شويه. الحاجات اللي باللون البيربل دي هي الادويه الابروفد في حالات الميتستاتيك هيرتو بوست بريست كانسر. احنا الانتي هيرتو ميديكيشنز بصراحه في الاونه الاخيره في حاله زياده وتطور باضطراد سريع جدا جدا. نتيجة طبعا في عندنا تطور في الفارماكولوجي والاميونوثيرابي والتارجت ثيرابي، فكل دي التكنيكس اللي كلها نفسها بتدينا نيو دراجز، دراجز بتبقى مور افينيتي او بتشتغل كميكانيزم اكشن مور انهانسنتلي الباورفول. لكن دايما اولد از جولد زي ما بنقول، لا يزال تراستوزوماب هو اول دراج تم عمله في حالات الهيرتو بوست بريست كانسر سواء كان في الادجفنت سيتنج او الميتاستاتيك سيتنج. هو وان اوف ذا بيست دراجز في علاج الهيرتو بوست بريست كانسر. تمام. طبعا هنقسمهم الى مونوكلونال انتي بوديز، وفي عندنا دلوقتي دراج كونجيجيت، وفي عندنا تارجت ثيرابيز. المونوكلونال انتي بوديز اللي احنا عارفينهم التراستوزوماب، وزي ما قلت لكم ده ميكانيزم اكشن بيشتغل على الهير 2 ريسبتور بيمسك فيها وبيزود بعد كده الانتي بودي ديبندنت سيل ميديت سايت توكسيسيتي. في عندنا كمان بيرتوزوماب، يمكن بيرتوزوماب هو بيشتغل هنا بقى انه بينهبت الهير 2 و3 وبيمنع الدايمرايزيشن بتاعتهم، ده هي الميكانيزم اوف اكشن المفروض فور هير 2 ريسبتورز. والنيو دراج بقى في الميتسيل سيتنج هو المارجيتوكسيماب. المارجيتوكسيماب هو ايضا مونوكلون انتي بودي لكنه بيشتغل كاز باي سبيسيفيك تي سيل انجيجر، يعني بيمسك في الهير 2 ريسبتور وشبه بالظبط تراستوزوماب بيمسك في الهير 2 ريسبتور. لكن الميزه ان فيه كمان الجزء اللي هو الاميوجلوبين بارت في عنده ريسبتور لحاجه اسمها سي دي 16 اي. سي دي 16 اي دي مش بس موجوده على التي سيل، لا دي كمان موجوده على الناتشرال كيلر سيل، فبينهانس السيل ميديتد سايتوتوكسيستي وبيزود الافينيتي اوف التي سايتوتوكسيك الى البريست كانسر سيل نفسها. ده فكره المارجيتوكسيماب. يبقى الثلاثه دول مونوكلونال انتي بوديز فور ميتاستاتيك بريست كانسر، التراستوزوماب، البرتوزوماب، وزي ما قلنا البرتوزوماب ما بيشتغلش الون لازم يتاخد مع التراستوزوماب. لكن النيو دراج المارجيتوكسيماب وده ابروفد في حالات الميتاستاتيك هيرتو بوست بريست كانسر اللي خدوا مور ذان 1 لاين فور انتي هير 2 حتى الان. وزي ما تشوف ان شاء الله الكلينيكال ترايل بتاعتها. طب ده بالنسبه للمونوكلونال انتي بوديز. في عندنا بعد كده كمان انتي بودي دراج كونجيجيتس، اتنين نبقى عارفينهم واخدين اف دي ابروفل، الادراستوزماب ده من زمان، وده انتي بودي دراج كونجيجيت بيبقى فيه الكيمو بارت فيه اللي هو اسمه امتنسين، وده واحد من المايتنسين انالوج بيشتغل از فينيكا لايك، يعني انتي مايكرو تيوبيول دراج بيمسك فيه التراستوزماب. ايضا الانتي بودي دراج كونجيجيت الثاني اللي هو تراستوزوماب ديروستيكن، التراستوزوماب ديروستيكن هو برضه في كيموثيرابي بارت، بس هنا بيبقى توبو ايزوميريز انهبيتور، بيبقى واحد فيهم انتي مايكرو تيبيول والتاني توبو ايزوميريز انهبيتور ماسك فيه تراستوزوماب. دول انتي بودي دراج كونجيجيت والاثنين ابروفد في حالات الميتاستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر. يمكن الادو تراستوزوماب اللي هو تي دي ام 1 ده ابروفد از سكند لاين، هو ده البريفيرد على طول سكند لاين ميتاستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر. والتراستوزوماب ديروستيكن ابروفد برضو في حالات ال ميتاستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر مور ذان 1 لاين فور تريتمنت، او في حالات الناس عندهم هيفيلي بريتريتد بيشنتس.
اخيرا في عندنا التارجت ثيرابي. هي عباره عن ايه؟ عباره عن تيروزين كينيز انهبيتور بينهبت الهير 2 بس ميكانيزم تاني مختلفه. هم كل اللي فات دول بيمسكوا في الريسبتور من بره اللي هو اكسسر الدومين في الريسبتور وبيزودوا السيل ديث، لكن السمول مولكيول انهبيتورز بقى دول بيدخلوا جوه السيل نفسها وبينهبت في الانترسيلولار دومين من الريسبتور. زي ما احنا شايفين كده في عندنا الاباتنب، وده اول واحد طلع، وده انتي هير 1 اند 2. النيراتنب ده تاني واحد بعد كده، وده انتي هير 1 2 and 4. واخيرا التوكاتينب. التوكاتينب بيشتغل برضو اجنس هير 2 and 3 زي ما نشوف دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده في السلايد دي، هي مجمعه كل الادويه اللي انا قعدت اتكلم فيها دول. زي ما قلت لكم، زي ما احنا شايفين كمان في عندنا a lot of new drugs even كمان under testing، زي التراستوزوماب دوكارامازين، وده واحد برضه من انتيبادي دراج كونجيجيت. again الكلاسيفيكيشن بتاعهم اللي احنا قلنا عليهم، حاجات بتشتغل ك مونوكلون انتيبادي، تراستوزوماب، بيرتوزوماب، المارج توكسيماب، دول بيشتغلوا على الهير 2 ريسبتور او الهير 2 اند هير 3 في حاله بيرتوزوماب. في عندنا انتيبادي دراج كونجيجيت اللي هو تي دي ام 1 اللي هو تراستوزوماب ادو تراستوزوماب وتراستوزوماب ديروكستيكن. وفي عندنا التارجت او السمول مولكيول انهبيتورز زي لاباتنب، نيراتنب اند توكاتنب، ولسه القائمه عماله تزيد. ده بالنسبه للان سي ان جايد لاينز. اجين برضه دي فيرجن بتاع فبراير 2022 for treatment of metastatic HER2 positive breast cancer. زي ما احنا شايفين كده حاطين في first line for treatment ال THP ال taxines either docetaxel or paclitaxel in combination with dual anti-HER2 اللي هو trastuzumab and pertuzumab as first line treatment. وزي ما احنا شايفين كده حاطينهم ايه category 1 او 2 في حالة الباكليتاكسل. في السكند لاين تريتمنت ايضا category 1 موجود عندك الادو تراستوزوماب، اوكي، اللي هو تي دي ام 1، والتراستوزوماب دروكستيكن برضه موجود از كاتيجوري 1 فور سكند لاين تريتمنت في حالات الميتاستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر. في الثيرد لاين اند بيوند، يعني اكتر بقى العيين هم هيفري تريتمنت، خدوا مور ذان تو لاينز فور تريتمنت، في عندك اذر بقى سيفرال سمول مولكيول انهبيتورز زي مثلا التوكانتينيب مع تراستوزوماب مع كيبسايتابين. يمكن الترايل الابروفد التوكانتينيب زي ما هنشوف اسمها هير كلايم ترايل، ودي كانت قالت ان في انفولفمنت كمان سبيشالي في ناس عندهم برين ميتس، ودي كانت واحده من الحاجات زي ما قلت لكم من البور بروجنوزس سبيشالي في ناس عندهم هير تو بوزيتيف بريست كانسر. فدول اكتر فئه كان بينفيت فروم ذيس كومبينيشن اللي هي توكانتينيب مع تراستوزوماب مع كيبسايتابين. ايضا ممكن تدي بقى اذر سمول مولكيول زي الباتنب مع تراستوزوماب مع كيبسايتابين او نيراتنب مع كيبسايتابين، وده ابروف في انالا ترايلز. وعندنا النيو مونوكلون انتيبادي اللي هو مارجي توكسيماب، ممكن يتاخد الون اوز كيموثيرابي في العين هم الهيفري بري تريتد. طيب نتكلم برضو عن اللاند مارك ترايلز هنا اللي عملت تشينج في التريتمنت. زي ما اتكلمنا كده عن الهير 2 بوزيتيف، نتكلم بقى عن الهرمون بوزيتيف، نتكلم عن الهير 2 بوزيتيف واللاند مارك ترايلز بتاعتها. اول لاند مارك ترايل عندنا اللي هي كليوباترا ترايل. كليوباترا ترايل دي واحده من اللاند مارك لانها غيرت التريتمنت بارادايم خالص في علاج الهير 2 بوزيتيف بريست كانسر. كان زمان التراستوزوماب مع كيمو ثيرابي ده كان فيرست لاين فور تريتمنت، لغايه لما ادينا دول انتي هير 2 اللي هو تراستوزوماب بيرتوزوماب مع دوستاكسل في حالات الهير 2 بوزيتيف بريست كانسر. وزي ما احنا شايفين كده ان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل حوالي 6 شهور زياده، وامبروفمنت في الاوفر سرفايفل 16 شهر. يعني انت بتتكلم هنا ده يمكن اول دراج او اول كومبينيشن عملنا هنا ديس امبروفمنت في الاوفرول سرفايفل، وحاجه رقم عالي قوي 16 شهر دوت. ذاتس واي شايفين البي فاليو بتاعته فيري هايلي سيجنفيكنت. ذاتس واي ان احنا بقت الفيرست لاين فور تريتمنت فور ميتستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر هو ديس كومبينيشن اللي هي الدوستاكسل تراستوزوماب بيرتوزوماب. وبالنسبه للسايد افكت بروفايل، الحاجه اللي كنا مرعوبين منها ان هيكون البيرتوزوماب ده بيزود الكارديك توكسيسيتي، لان لا ما فيش عندنا انكريز في الكارديك توكسيسيتي زي تراستوزوماب، ولكن في عندنا انكريز انسيدنس اوف دايريا ان بيرتوزوماب ارم. ولو على الدايريا فهي مقدور عليها، ممكن عندها تحسن مع لوبيراميد او اي حاجات انتي دايريا ايجنتس. ودي كانت اول ترايل في علاج الميتاستاتيك هير 2 بوزيتيف بريست كانسر، وبقى عندنا الفيرست لاين فور تريتمنت ذيس كومبينيشن تاكسينز بيتر. طبعا يبقى دوس تاكسينز زي ترايل ما قالت مع تراستوزوماب مع بيرتوزوماب. بالنسبه للادو تراستوزوماب
اللي هو الترانزومات انتنسين ده في السكند لاين سيتنج على طول. في عندنا تو ترايلز اللي هو الايميديا ترايل وتريزا ترايل، ودول قالوا على البينفيت او الفاليو اوف ادو تراستوزوماب ان سكند لاين ثيرابي في حالات الميتستاتيك هير تو بوزيتيف بريست كانسر. وزي ما احنا شايفين كده كومبيرنج باللابتانيب مع كيبساتابين فيرسس تي دي ام 1، تي دي ام 1 حسن البروجريشن فري سرفايفل حوالي 5 شهور، وحسن الاوفرول سرفايفل كمان حوالي 7 شهور. وذاتس واي ان بقى عندنا انديكيتد في السكند لاين سيتنج هو الادو تراستوزوماب. زي الادو تراستوزوماب كده عندنا برضو في السكند لاين سيتنج واخد برضو الكاتيجوري 1 ابروفال هو التراستوزوماب ديروكستيكن. التراستوزوماب ديروكستيكن لما استخدمه سنجل ترايل كانت ديستني 1، وحاليا دلوقتي كمان في ديستني 3، ويكمبير فيها التراستوزوماب ديروكستيكن فيرسس التراستوزوماب او الادو تراستوزوماب اللي هو تي دي ام 1. ويمكن كمان الانيشال ريبورت في الفيز 2 ترايلز بتاعت الديستني 3 انه التراستوزوماب ديروكستيكن احسن كمان في البروجكشن في سرفايفل من تي دي ام 1. عشان كده هتلاحظوا انه في الان سي ان جايد لاين حطوا التراستوزوماب ديروكستيكن وادوا له كاتيجوري 1، هاويفر انه الادو تراستوزوماب كاتيجوري 2 اي. تمام، ايه حكايه الترسمات دروكستيكن ده؟ برضه عباره عن انتيبادي دراج كونجيجيت موجود اونلي في الميتاستاتيك، ابروفد اونلي في الميتاستاتيك سيتنج. ميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو بيمسك في الريسبتور وبيدخل بعد كده حاجه اسمها توبا ايزوميريز 2 انهبيتور دراج جوه الخليه، وبالتالي بيعمل سيل توكسيستي. يمكن الانيشال ترايل اللي دخلت الترسمات دروكستيكن في علاج الميتاستاتيك هير تو بوست بريست كانسر السكند لاين تريتمنت هو الديستني بريست 1، وزي ما قلت لكم دلوقتي كمان بيتكلم عن ديستني بريست 2 اند ديستني بريست 3 كومبيرنج التراستوزومال دورستيكن مع تي دي ام 1. كان في عندنا طبعا امبروفمنت هنا في الريسبونس ريت في حالات تي دي ام 1 والبروجريشن في سرفايفل حوالي 16 شهر، وزي ما قلت لكم ويتنج بس على الريزلتس بتاعت الديستني بريست 3 لما تبقى خلاص ماتيور ترايل عشان خاطر نشوف الاوفر سرفايفل، في اوفر سرفايفل بنفيت عن التراستوزوماب ديروكستيكن فيرسس التي دي ام 1 ولا لا. السايد افكت بروفايل بتاع التراستوزوماب ديروكستيكن نوزيا وفوميتنج ماري سبريشن، لكن الحاجه اوف نوت بصراحه فور ذيس بيشنت هو الانترستيشال لانج ديزيز، يمكن فيتر في 2% من الناس، يعني ممكن 2 من كل 100 عيان بياخدوا تراستوزوماب ديروكستيكن هيدخلوا في فيتال نيومونايتس. That's why ان لازم to take care of this side effect. طبعا بيعالجها انك توقف الدراج permanently، والعيان دول لازم تدي لهم high dose steroids. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن الكليوباترا ترايل اللي كان فيها combination of التراستوزوماب مع بيرتوزوماب مع دوستاكسل في الفيرست لاين سيتي، وبعدين اتكلمنا عن الاميليا ترايل وتريزا ترايل، ودي كانت including ال تي دي ام 1 في السكند لاين سيتنج، ودلوقتي حاليا الديستني ترايل انكلودينج التراستوزوماب ديروكستيكن في السكند لاين سيتنج. في بعد كده عندنا الصوفيا ترايل، ودي عن المارجيتوكسيماب. الصوفيا ترايل كانت معموله في الناس اللي هم هيرتو برضه متستاتيك هيرتو بوست بريست كانسر اللي خدوا مور ذان 2 لاينز فور تريتمنت فور انتي هيرتو، كومبيرنج المارجيتوكسيماب بالستاندرد اوف كير اللي هو تراستوزوماب مارجيتوكسيماب مع كيموثيرابي اللي هو تراستوزوماب مع كيموثيرابي. وزي ما احنا شايفين كده اجين ان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن فري سرفايفل ان مارجيتوكسيماب ارم 85 فيرسس 49 مانس، وامبروفمنت في الاوفرول سرفايفل او وذاتس واي اجين بس هو امبروفمنت في البروجريشن فري سرفايفل بقى ابروفد في الناس اللي هم عندهم هيرتوبوست بريست كانسر اللي خدوا مور ذان 2 لاينز فور تريتمنت. السايد افكت بتاعنا نوزيا فوميتنج وانفيوجن ريليتد ريأكشن. يبقى المارجيتوكسيماب ده مونوكلون انتيبادي زي تراستوزوماب، بس الفكره بتاعته زي ما قلت لكم هي عباره عن ده بيسموه باي سبيسيفيك تي سيل انجيجر، هو زي تراستوزوماب بالظبط بيمسك في الهير 2 ريسبتور، لكن عنده زي ما قلت لكم اللي هو سي دي 16 اي ريسبتور سي دي 16 اي هاي افينيتي في الاف سي بورشن بتاعته. فين اي انتبادي في عباره عن حاجه اسمها طبعا الفاب بورشن اللي هو الجزء ده اللي هو فراجمنت بيمسك فيه الانتبادي خلاص،
وفي عندنا اف سي بورشن، والاف سي بورشن بعد كده ده اللي بيمسك فيه التي سيل او الناتشر كيلر سيل عشان يشتغل ك انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوكسيستي. هما بقى جينا على الاف سي بارت هنا، وبقى فيه هاي افينيتي عم بفهم موديفيكيشن يعني للامينو اسيد سيكونس بتاعها، بحيث انها تبقى ليها هايلي افينيتي انها تمسك فيه الناتشر كيلر سيل فينهانس التي سيل ديبندنت او الانتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوكسيستي في المارج توكسيماب. وده الفرق بين المارج توكسيماب عن التراستوزوماب. يبقى ده كان الدرج الرابع او الترايل الرابع اللي هنتكلم عنها، وهي صوفيا ترايل بتاعت المارج توكسيماب. في عندنا كمان بقى تو لاست ترايلز، اللي هي النالا ترايل بيتكلم عن النراتنب، والهير كلايم ترايل بيتكلم عن التوكاتنب، والاثنين دول سمول مولكيول انهبيتورز. النالا ترايلز كانت خدت عينين عندهم ميتستاتيك بريست كانسر، برضه خدوا مور ذان تو لاينز فور كيموثيرابي، او الناس اللي عندهم برين ميتس with asymptomatic patients. ادي زي ما احنا شايفين هذه الترايل خدت النيراتينيب مع كيبسايتابين versus لاباتينيب مع كيبسايتابين، والناس اللي كانوا ماشيين على النيراتينيب خدوا معاهم لوبراميد. طبعا احنا عارفين واحده من السايد افكت المشهوره في النيراتينيب هو الدايريه. يمكن النيراتينيب برضو قصته مختلفه شويه، لانه هو واحد من الادويه اللي كانت ابروفد في الفيرست لاين، وبعد كده خد ابروفل في الميتاستاتيك يعني في سوري في الادجفنت، وبعد كده في الميتاستاتيك. يوجوالي دايما اي ادويه جديده بيجربوها اول ما يجربوها في الميتاستاتيك وبعد كده في الادجفنت ثيرابي، لكن النيراتينيب قصته مختلفه. هو اول ما ابروفد زي ما احنا شايفين كده الاكستينات ترايل اللي كانوا خدوا العينين ان هم هيرتو بوزيتيف و didn't achieve ال PCR أو بعد النيو أدجمنت ثيرابي، فكروا بعد after 1 year من تراستوزوماب يدينهم extended treatment بالنيراتينيب، وكان في عندنا improvement في progression في survival، و that's why خد approval في ال adjuvant setting بال extended trial. لكن دلوقتي كمان حاليا في النالا ترايل جربوه في الميتستاتيك سيتنج وبقى approved نيراتينيب مع كيبساتابين better than اللابتن مع كبسه تابين. كان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل، الاوفرول سرفايفل برضو كانت تحسن ولكن ات واز نوت سيجنيفيكانت. ذاتس واي انه خد الابروفال دوت ان راتنب مع كبسه تابين في الناس اللي هم هيرتو بوزيتيف هيفيلي بري تريتد، يعني خد مور ذان تو لاينز اوف تريتمنت. نفس القصه ونفس الكلام في التوكاتنب. التوكاتنب برضه عباره عن سمول مولكيول انهبيتر، بس هنا كومبينيشن مختلف شويه. زي ما احنا شايفين كده الكومبارتيف ارم كان توكاتنب مع تراستوزوماب مع كيبسايتابين فيرسس تراستوزوماب مع كيبسايتابين. ايضا تايب اوف بيشنت اللي عين هم ميتاستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر، ايفن واخدين برضه مور ذان وان لاين او فور ثيرابي، حتى لو خدوا قبل كده تراستوزوماب او برتوزوماب ان تي دي ام 1. وسبيشال consideration هنا في الناس اللي عندهم بقى بريميتس، ان فكره التوكاتنب ان هو سمول مولكيول انهبيتور وبيقدر يعدي البلاد برين بارير، عنده هاي افينيتي للريسبتور بلاد برين بيقدر يعدي فيها. وزي ما احنا شايفين كده كان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل في الاند اوفرول سرفايفل في الناس اللي عندهم اللي خدوا توكاتنب ارم، سبيشالي في الناس اللي هم عندهم بريميتس. يعني امبروفمنت في البروجن في سرفايفل كان اكتر كمان في الناس عندهم برين ميتس، وده ادانا تريتمنت اوبشن في الناس عندهم ستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر، وده سواء خد الابروفال في الناس اللي عندهم ستاتيك هيرتو بوزيتيف بريست كانسر مور ذان وان لاين فور تريتمنت. يعني لو خدوا تراستوزوماب في الفيرست لاين وخدوا بعد كده تي دي ام 1 في السكند لاين مور ذان تو لاينز وحصل لهم بعد كده اني ميتاستاس او برين ميتس، ساعتها يبقى واحد من البريفيرد ريجيمنتس اللي هتدي لهم توكاتنب تراستوزوماب اند كيبسايتابين. دي كده خلصنا تقريبا تجميع برضو حالات الهرمون بوزيتيف الهيرتو بوزيتيف بريست كانسر كلهم. يبقى اتكلمنا على كليوباترا ترايل اجين كان فيها كومبينيشن تراستوزوماب برتوزوماب، وبعد كده كده اتكلمنا عن ايميليا وتريزا ترايل اللي اتكلمنا على تي دي ام 1، وبعدين اتكلمنا عن الديستن ترايل بتاعت المارجيتوكسيماب والسوفيا ترايل، الديستن ترايل بتاعت التراستوزوماب دوركستيكن والسوفيا بتاعت المارجيتوكسيماب، واخيرا النالا ترايل بتاعت النلاتنب والهير كلايم بتاعت التوكاتنب. يبقى ستة ترايلز سمعنا عنهم واحنا بنتكلم في الهيرتو بوزيتيف بريست كانسر، واعتقد برضو كان زيهم كده في ستة ترايلز في حالات الهرمون بوزيتيف. ما تنسوش البالوما ترايل والمونارك والموناليزا بتوعت ال CDK 4/6 inhibitors في الهرمون بوزيتيف، واتكلمنا عن ال فالكون ترايل والفيرست ترايل في الفولفسترنت، وبعدين اتكلمنا عن
البوليرو ترايل بتاعت الإفرولمس، وأخيرا خالص البلسلب وسولافان ترايل. دي كانت الترايلز بتاعت الهرمون بوزيتيف. في عندنا حوالي 6 في الهرمون بوزيتيف و6 في الهيرتو بوزيتيف بريست كانسر. طيب ماذا عن بقى التريتمنت اوف ميتاستاتيك تريبل نيجاتيف بريست كانسر؟ اجين العقود طويله كان فيرست لاين فور تريتمنت فور ميتاستاتيك تريبل نيجاتيف بريست كانسر هو الكيموثيرابي، لان زي ما احنا شايفين وتيك كده اول جراف انا حطيتها في او اول سلايد او ثاني سلايد في المحاضره هي الكيمو ريسبونسفنس، وزي ما احنا شايفين ان الحالات هرمون بس بريست كانسر بيبقى ليست كيمو ريسبونسيف، هاويفر تربل نيجاتيف بريست كانسر بيبقى هايلي كيمو ريسبونسيف. ذاتس واي ان الكيموثيرابي كان هو المين ستاي فور تريتمنت. لغايه سنتين ثلاثه بقى في عندنا نيو لاند مارك فور تريتمنت اوف التربل نيجاتيف بريست كانسر. بقى عندنا فيرست لاين ثيرابي بيعتمد على البايو ماركر تيستنج اللي احنا قلنا عليها اللي هي البي ار سي اي والبي دي ال اكسبريشن. لو العيان تريبل نيجاتيف بريست كانسر وعنده بي ار سي اي 1 او 2 ميوتيشن بوزيتيف، ساعتها الفيرست تايم فور تريتمنت انك تبدا عنده ده واحد من البارب انهبيتورز اللي احنا قلنا عليهم الاولابريب او تلازوبريب. التلازوبريب خلي بالكم هم دول الاثنين اونلي اللي خدوا ابروفل في البريست كانسر، يعني ولا الركابريب ولا النورابريب خدوا الابروفل ده. خلي بالك تاني فور اوفريان كانسر بارب انهبيتورز اللي واخدين ابروفل اللي هم اولابريب روكابريب ونيرابريب. اما في حالات البريست كانسر مثل بريست كانسر الاولابريب وتلازوبريب. تمام. لو العيان عنده بي دي ال اكسبريشن بوزيتيف سواء كان بقى بالاميون هيستوكيمستري او البي سي بي اس سكور، ساعتها هيبقى في رول فور اميونوثيرابي، وهنا يبقى كومبينيشن ما بين اميونوثيرابي مع كيموثيرابي زي الاتيزونوزوماب مع كيموثيرابي اللي هو نباك لتاكسل، او البيمبروزوماب مع اني كيموثيرابي. خلي بالك لو هتستخدم الاتيزولوزوماب يبقى اونلي مع النابتاكسل زي في التراير اللي اتكلمت عن الاتيزولوزوماب. يبقى ده بالنسبه للفيرست لاين فور تريتمنت في العيين هم عندهم بايو ماركر بوزيتيف ايذر بي دي ال بوزيتيفيتي او بي ار سي اي 1 اند 2 بوزيتيفيتي. طب ماذا لو كان العيان دوت بي دي ال نيجاتيف بي ار سي اي 1 اند 2 نيجاتيف؟ ساعتها بقى تريتمنت اوبشن بتاعتنا ايه؟ هيبقى كيموثيرابي، ستاندرد كيموثيرابي اللي احنا هنشوفهم دلوقتي. وفي عندنا واحد من نيومونوكلون انتيبودي اسمها ساسيتوزوماب هنتكلم عنه اجين، واحد برضه من اوبشن فور ذيس جروب. ادي التريتمنت اوبشن في حالات التريبل نيجاتيف بريست كانسر. دي البريفيند ريجيمنز از بير ان سي ان جايد لاينز. عندك الكيموثيرابي لا يزال برضه محتفظ بقوته سبيشالي في الناس اللي هم بايو ماركر نيجاتيف، يعني بي ار سي اي 1 2 نيجاتيف بي دي ال نيجاتيف. الكيموثيرابي اوبشنز الدكسروبسين لايبوزومال دكسروبسين الباكليتاكسل والكيب سايتابين جيم سايتابين الفينورالبين اند اربيونين. هاويفر في الناس اللي عندهم بي ار سي اي 1 اند 2 بيبقى الفيرست لاين فور تريتمنت هو البارب انهبيتور ولابريب او تلازابريب، والناس اللي عندهم بي دي ال اكسبريشن بوزيتيف او تيومر ميوتيشن بيردن عالي ساعتها هيبقى كومبينيشن اوف اميونوثيرابي مع كيموثيرابي اللي هو اتيزولوزوماب مع ناب باكليتاكسل او البيمبرولوزوماب مع اني كيموثيرابي. وكان في كمان ongoing trial على ال value of platinum based chemotherapy في الناس اللي عندهم BRCA1 and 2 mutation، ولسه up till now results not mature. بالنسبة لي lines for treatment يبقى دلوقتي هتكلم عن line for treatment في حالات metastatic triple negative breast cancer. رقم واحد الكيموثيرابي هتكلم عنه، رقم اثنين ال PARP inhibitor، ورقم ثلاثة الاميونوثيرابي، واخيرا رقم اربعة هتكلم عن نيو دراج اسمه سيستوزماب وده مونوكلونال انتي بودي. يبقى دول الاربعة مين لاينز فور تريتمنت اوف تريبل نيجاتيف بريست كانسر. اول حاجة الكيموثيرابي زي ما قلت لكم من زمان، وهو ده كان الحاجة الوحيدة المتاحة لغاية لما اتغير البايو ماركر تيستنج وبقى في عندنا نيو تارجتس. لكن لا يزال الكيموثيرابي ايذر ان بتخدم الون او ان كومبينيشن مع الاميونوثيرابي زي ما هنشوف دلوقتي واحد من الفيري افكتيف تولز في علاج التريبل نيجاتيف بريست كانسر. فهو في الفيرست اجين بس الحته دي عايز اقول بس ان الكيموثيرابي مش بس فور تريبل نيجاتيف بريست كانسر، لكن كمان فور الانديكيشنز اللي احنا قلنا عليها كده اللي هو حالات الهرمون بوزيتيف بريست كانسر عندهم فيسرال ميتاسيس او الناس عندهم هيرتو بوزيتيف بريست كانسر. بس طبعا احنا بنتكلم هنا على تريبل نيجاتيف، فزي ما قلت لكم هو المين ستي فور تريتمنت ولا يزال في الناس اللي عندهم بايو ماركر تيستنج نيجاتيف.
طيب في سؤال مهم قوي، هل هتدي كومبينيشن كيموثيرابي ولا سنجل ايجنت؟ يمكن الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت هنا عشان خاطر تجاوب على هذا السؤال لقيت انه نو بينفيت في الاوفرول سرفايفل لما تدي كومبينيشن فيرسس السنجل ايجنت، هوفر ان كانت التوكسيستي اعلى دايما في الكومبينيشن. طب ما انت بتستفيد في الكومبينيشن في ايه؟ في الريسبونس ريت. الكومبينيشن بيزود الريسبونس ريت، بيزود عينين هما الاستجابه، لكن ما فرقتش في الاوفرول سرفايفل. ذاتس واي ان السؤال بتاع اجابه السؤال دايما تدي سنجل ايجنت راذر ذان كومبينيشن، unless في بعض السيتويشن حد مثلا عنده اجين، في عنده فيسرال ميتاستاز وعامله لك ريسك اورجان دامج اللي احنا بنسميه عليه ميتاستاتيك كرايسيس، انت عايز العين دوت يدخل بسرعه تعمل له ريكفري بسرعه للاورجان وتقلل التيومر بيردن بشكل سريع، ساعتها هيبقى وان اوف تريتمنت اوبشنز انك تديلهم كومبينيشن كيموثيرابي. السؤال الثالث، اكمل كيموثيرابي لغايه قد ايه؟ هو اجابه هذا السؤال احنا بنكمل لغايه لما يبقى في عندنا ان اكسبتبل توكسيستي او العين دوت في ديزيز بروجريشن. يبقى تاني بالنسبه للكيموثيرابي هي لا تزال مين ستاي فور تريتمنت لو العيان دوت عنده بي دي ال 1 اكسبريشن نيجاتيف، بي ار سي اي 1 اند 2 نيجاتيف، يبقى هدي العيان دوت كيموثيرابي. ادي بريفيرد كيموثيرابي بروتوكولز الدوكسروبسين او لابيزوم دوكسروبسين، التاكسينز الباكليتاكسل، وكيبسايتابين جيمسايتابين فينرالبين اند ريبيولين. دي كلها بريفيرد ريجيمنز، لان سي ان حاطه اذر ريجيمنز وحاطين فيها الابيروبسين الدوستاكسل السايكلوفوسامايد الاكسابابيلون والنيو دراج اللي قلت لكم عليه اللي هو السيستوزوماب جوفيتيكن، وده واحد من نيو مونوكلون انتيبادي في حالات تريبل نيجاتيف بريست كانسر. طيب يبقى ده اول حاجه، بعد الكلام عن الكيموثيرابي تعالى نتكلم بعد كده عن البارب انهبيتور. احنا عندنا البارب انهبيتورز الابروفد هم الاربعه درابز اللي قلت لهم عليهم اللي هو الاولابريب وروكابريب ونيرابريب، والثلاثه دول ابروفد في الاوفيريان كانسر. في البريست كانسر هم الاثنين دول بس اللي هو الاولابريب والتلازوبريب. البارب انهبيتورز فكرتهم ايه؟ فكرتهم دلوقتي حاليا تريتنج اوبشنز في الناس عندهم بي ار سي اي 1 اند 2. الابروف دراجز هم الاثنين دول بس اللي هو الاولابريب ده بيتاخد 300 ميلي جرام توايس ديلي، والتلازوبريب وده بيتاخد هو 1 ميلي جرام وانس ديلي. الميكانيزم اوف اكشن البارب انهبيتورز ازاي هم اصلا بيشتغلوا؟ الفكره ان العينين دول يعني ايه اصلا بارب انهبيتور؟ اختصار ليه بولي ادينوسين ريبوزوم سوري بولي اي دي بي ريبوز انهبيتور، مش عارف ايه دي يعني دي بارب بولي ADP ريبوز انهبيتور. فكرة بقى البارب انهبيتور ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انترسيلر انزيم. الانزيم ده مسؤول عن حاجة اسمها سنجل بيس بير ريبير، ده واحد من الريبير ميكانيزمز اللي جوه الخلية. احنا عندنا الريبير ميكانيزمز اللي جوه الخلية، في عندنا ريبير لو انت عندك سنجل او ستراند بريك او دبل ستراند بريك، يعني الانجري ممكن تحصل. احنا عارفين الدي ان ايه عباره عن ايه؟ عباره عن دبل هيليكس. دي ان ايه مش عايز يكتب برضو، طيب لحظه نرسم هنا كده. الدي ان ايه عباره عن دبل هيليكس، لما بيحصل انجري للدي ان ايه ممكن يحصل انجري في حته معينه، فيحصل بريك في سنجل ستراند او على كل البوث ستراندز عندنا دبل ستراند بريك. فلما بيحصل سنجل ستراند بريك يعني كسر او قطع في حته معينه، الحل طبعا في عندنا انزيم اسمه لاجيز انزيم، وده المفروض بيربط الادجيسنت بارتس من الدي ان اي يربطهم. بس هو ايه اللي يثبت لي الجيز انزيم دوت انه في عندك مفيش جزء اتقطع او في جزء اتشال خالص او في بيس راحت؟ لازم بيجي انزيم تاني بيبدا يبيلد الديفيشنت بارت، ويحصل له طبعا بعد كده
يحصل حاجه اسمها بيس اكسيشن، يعني بتشيل جزء من البيس عشان تضمن الانتجريتي، وبعد كده يجي بعد كده الدي ان اي بوليميريز يكمل الجزء الناقص، واللي هيجي يجي يلحم الجزء الناقص. دي الميكانيزم اوف ريبير لو انت عندك سنجل ستراندد دامج. طب ماذا لو عندك بقى كومبليت دامج؟ برضو ايه اللي هيعرف الخليه نفسها انه او الانزيم نفسه انه مفيش عندي لوست او جزء لوست من الستراند خالص؟ بيحصل حاجه اسمها انه ريبير باي هومولوجس ريكومبينيشن. يعني ايه الكلام دوت؟ دايما احنا في عندنا من كل دي ان ايه في عندنا تو كابس، باترنال كابي وماترنال كابي، تمام؟ ادي فرضا دي الباترنال كابي ودي الماترنال كابي، يعني دي النسخه بتاعت الاب اللي احنا واخدينها من الاب، دي النسخه اللي احنا واخدينها من الام. لو انت عندك مثلا ده كروموزوم رقم 10 وحصل فيه دبل ستراند بريك، الخليه تقوم جايه مجموعه من الانزيمز تشوف النسخه رقم 10 بتاعت الماترنال كابي وتعمل تشيك اب على الجزء ده اللي هو فيه مكان القطع، فتاخد المعلومات اللي موجوده هنا وتبدا تانكوربوريت المعلومات الموجوده هنا عشان تنسخ زيها بالظبط هنا وتضمن the same integrity بتاعت الدي ان ايه، لان اي تشينج في البيسز هيؤدي الى ميتيشنز، والميتيشنز دي ممكن تعمل لنا مشاكل. دي الميكانيزم اوف ريبير سواء كانت في حاله السنجل ستراند بريك او الدبل ستراند بريك. فالسنجل ستراند بريك واحد من الميكانيزمز المهمه قوي بالنسبه لنا هو حاجه اسمها البيس اكسيشن ريبير. وفي حاله الدبل ستراند بريك في حاجه اسمها هومولوجس ريكومبينيشن ريبير، تمام؟ واحد من البروتينز اللي هي انفولفد في الهومولوجس ريكومبينيشن هم البروتينز بتاعت البي ار سي، بي ار سي اي 1 اند بي ار سي اي 2. هي دي عباره عن جينز ذات كود فور بروتينز بتلعب دور في الهومولوجس ريكومبينيشن ريبير. وبالتالي لما بيحصل عندنا مشكله في البي ار سي اي بيبقى في عندي ديفكت في الريبير في حالات السنجل ستراند بريك. يبقى لو عندي سوري دبل ستراند بريك، في عندي مشكله في البي ار سي اي 1 والبي ار سي اي 2، ما بيبقاش عندي ميكانيزم ان انا اعمل بيها دبل ستراند بريك كويسه، وده اللي بيزود الليفل اوف ميوتيشن، وعشان كده دي بتبقى بري كانسرس بالبريست اند اوفيريان كانسر سندرومز المشهوره في البي ار سي اي 1 والبي ار سي اي 2. طيب ماذا لو كان ان الشخص دوت شخص طبيعي ما عندوش اي مشكله خالص، وهذا الشخص الطبيعي انت اديته كيموثيرابي، كيموثيرابي بيعمل ايه؟ بيعمل دامج في الدي ان اي، ممكن تبقى سنجل ستراند بريك او دبل ستراند بريك، فيجي يصلحهم بالريبير ميكانيزم العاديه والحمد لله تبقى اموره كلها كويسه. اوكي طيب لو الشخص دوت انت اديته حاجه اسمها بارب انهبيتور، ادي الطبيعي في اي حد عنده سنجل ستراند بريك زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا دي كده، الصوره قدامنا كده ده مكان السنجل ستراند بريك، بتيجي البارب انزيم اللي هو اختصار زي ما قلت لكم بولي اي دي بي رايبوز بوليمريز انزيم. ده الانزيم ده بيعمل ايه؟ بيتشك مكان الانرجي الانجري اللي حصلت وبيعمل لها ريبير باي بيس اكسيشن، يعني يشيل جزء من البيس هنا وجزء من البيس هنا ويرجع يبنيهم تاني ويعمل لهم ليجيشن. وذاتس واي دي الميكانيزم اوف ريبير لو انت عندك سنجل ستراند بريك. طيب لو انت الشخص ده اديته بارب انهبيتور هيحصل ايه؟ مش قادر يكوركت سنجل ستراند بريك، وبالتالي هيحصل اكيميليشن اوف سنجل ستراند بريك وتبقى تحول الى دبل ستراند بريك. بس لان الشخص ده شخص طبيعي عنده ال BRCA and BRCA1 and 2 and بقية الانزيم زي الاتاكسيا تلنجكتيزيا مثلا فور اكزامبل اللي هو ال ATM جين ده برضو بيكود فور ATM بروتين مسؤول عن الهومولوجس ريكومبينيشن، نظرا ان عنده الهومولوجس ريكومبينيشن شغال كويس قوي هيعمل كوركشن للدبل ستراند بريك دوت ويبقى عندك خلية كويسة. طيب لو كان الشخص ده اصلا بقى عنده مشكلة في ال BRCA1 او ال BRCA2 او في الهومولوجس ريكومبينيشن بروسس نفسها اللي احنا بنسميها هومولوجس ريكومبينيشن ديفيشنت، شخص طبيعي بسميه هومولوجس ريكومبينيشن بروفيشنت، يعني الهومولوجس ريكومبينيشن ميكانيزم عنده شغاله بكفاءه. لما بديله بارب انهبيتور مش قادر يصلح سنجل ستراند بريك، بيحصل له اكوميليشن اوف بريكس وتتحول الى دبل ستراند بريكس.
ونظرا لأنه عنده deficiency في الهوموروجس ريكومبينيشن ريبير ميكانيزم، مش هيقدر يعمل ريبير لهذا الدبل ستراند بريك، فبيحصل ايه؟ بيحصل سيل دامج اند ابوبتوس. يبقى هو ده اللي بيحصل في الناس اللي عندهم بي ار سي اي 1 اند 2 ميوتيشن لما يجي بياخدوا بارب انهبيتور. يبقى تاني، هي فكره البارب انهبيتور بس انه انا بعمل انهبيشن للبروسيس بتاعت الدي ان اي ريبير، سنجل ستراند دي ان اي ريبير. ذاتس واي ان بيحصل اكيميليشن اوف ميوتيشن. لو الشخص ده طبيعي هيقدر يعمل كوركشن باي هوموروجس ريكومبينيشن، لكن لو عنده ديفيشنسي في الهوموروجس ريكومبينيشن انزيمز او بروتينز في الحاله مش هيقدر يعمل ريبير ويؤدي الى سيل ديث. وذاتس واي ان الفاليو اوف بارب انهبيتور بتبقى يوجوالي في العيانين اللي عندهم بي ار سي اي 1 او بي ار سي اي ميوتيشن، اللي هم عندهم هوموروجس ريكومبينيشن ديفيشنت بيشنتس. اوكي، يمكن اول ترايل عندنا هي الاولمبياد ترايل، ودي كانت بت ايفالويت رول اوف الاولابريب فيرسس كيموثيرابي، كيموثيرابيتك اوبشنز في العيانين هم ميتاستاتيك بريست كانسر، سواء كانت هرمون بوزيتيف او تريبل نيجاتيف، واللي عندهم جيرم لاين بي ار سي اي ميوتيشن. يعني في ناس عندهم بي ار سي اي ميوتيشن انكلودينج العيانين هم كانوا هرمون بوزيتيف او التريبل نيجاتيف بيشنتس. زي ما احنا شايفين كده ان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن فري سيرفايفل حوالي 7 شهور فيرسس 4 شهور في الناس اللي عندهم اللي خدوا الاولابريب. ذاتس واي ان الاولابريب از ابروفد فور سكند لاين تريتمنت او فور فيرست لاين تريتمنت في الناس اللي عندهم بي ار سي اي 1 اند 2 ميوتيشن، سواء كان بقى هرمون بوزيتيف او تريبل نيجاتيف بيشنت. نفس الكلام بس بواحد ثاني بقى اللي هو امبراكا ترايل. هنا كانت بتاسس التلازوبارب فيرسس برضو كيموثيرابي في الناس اللي هم هيرتو نيجاتيف، سواء كان بقى هرمون بوزيتيف او تريبل نيجاتيف، بي ار سي اي 1 اند ميوتيشن او بي ار سي اي 2 ميوتيشن بوزيتيف. برضو اجين زي ما احنا شايفين في عندنا امبروفمنت في البروجريشن فري سيرفايفل والاوفرول سيرفايفل في العينين دول. وذاتس واي ان احنا برضو بقى في عندنا ابروفال اوف التلازوبارب في الناس اللي عندهم بي ار سي 1 اند 2 ميوتيشن. يبقى تاني طبعا ده سبيسيفيكالي فور تريبل نيجاتيف، لان احنا عندنا في الهرمون بوزيتيف في عندنا اذر تريتمنت اوبشنز ثانيه اللي زي سي دي كي 46 انهبيتورز اند هرمونال تريتمنت، لكن في التريبل نيجاتيف احنا ما عندناش تريتمنت اوبشن، مفيش عندي قدامي غير الكيموثيرابي. ذاتس واي الاولابريب والتلازوبريب ابروفد فور تريبل نيجاتيف بريست كانسر بوزيتيف بيشنتس اللي عندهم بي ار سي اي 1 او بي ار سي اي ميوتيشن بوزيتيفيتي ان فيرست لاين سيتنج. يبقى لو حد عنده تريبل نيجاتيف بريست كانسر وعنده بي ار سي اي 1 او بي ار سي اي 2 ميوتيشن، يبقى الفيرست لاين تريتمنت بتاعه هيبقى انك تدي لهم بارب انهبيتور ايذر اولابريب او تلازوبريب. طيب يبقى الكلام عن الكيموثيرابي، الكلام عن رول اوف بارب انهبيتور، انا كنا بقى كان رول اوف اميونوثيرابي. الاميونوثيرابي عندنا تو ترايلز، اول حاجه الامباشن 130 ترايل، ودي كانت بتاسس رول اوف الاتيزوليزوماب مع الناب باكليتاكسل. خلي بالكم دي مهمه شويه، يعني الكيموثيرابي بارتنر هنا كان ناب باكليتاكسل في عين عندهم تريبل نيجاتيف بريست كانسر، لان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن فري سيرفايفل. هاويفر معلش نو اوفرول سيرفايفل بنفيت في العين دول. يبقى كان في عندنا امبروفمنت بروجريشن فري سيرفايفل في الناس عندهم بي دي ال اكسبريشن 1 البي دي ال 1 بوزيتيفيتي. يعني العينين كانوا بنفيت بس فروم اتيزولوزوماب ارم هو البي دي ال بوزيتيف، هاويفر البي دي ال نيجاتيف بيشنت ما كانش عندهم اني امبروفمنت في البروجريشن في سيرفايفل. طب كانت الميجرمنت اوف بي دي ال 1 اكسبريشن في ذس ستدي عن طريق الايمونوهيستوكيمستري، في اي حد عنده ايمونوهيستوكيمستري اكتر من 1% يعتبر بي دي ال 1 بوزيتيف. دي كانت الامباشن ترايل، اجين كانت بنفيت في الاتيزولوزيماب مع ناب باكليتاكسل. اتعمل تاني امباشن 131 ترايل، وفي هذه الحاله كان كومبينيشن مع اتيزولوزيماب مع باكليتاكسل بقى مش ناب باكليتاكسل. وهوفر ان ذس ستدي الغريب انها كانت نيجاتيف ستدي، عشان كده الجايد لاينز تلاقي الناس ان جايد لاينز بتقول ان الكومبينيشن اوف اتيزولوزيماب مع باكليتاكسل از نوت ريكومندد. مش كده بس، لا ده كان في الترايل دي لقوا العين وكانوا ماشيين على اتيزولوزيماب مع باكليتاكسل كومبيرد بالباكليتاكسل الون، كان للسرفايفل في الاتيزولوزيماب ارم
وزي ما قلت لكم دي مش مفهومه. That's why انه not recommended انك تدي اتيزو مع باكلي تاكسيل التقليدي، لا بدي اتيزولزيماب مع ناب باكلي تاكسيل. الترايل الثانيه بتاعت الايمونو ثيرابي هي كينوت 355، ودي كانت بتاخد بيمبروليزوماب مع الكيمو ثيرابي ان الكيموثيرابي اكوردنج تو التريتنج فيزيشن بريفرنس. زي ما احنا شايفين ايذر ناب باكليتاكسل او باكليتاكسل او جيمسايتابين. واجين هنا في عندنا امبروفمنت في البروجريشن فري سرفايفل في الناس اللي عندهم بي دي ال بوزيتيف، وهنا الميجرمنت كان عن طريق الكومبايند بوزيتيف سكور اكتر من 10. يبقى لو حد تريبل نيجاتيف وعندهم كومبايند بوزيتيف سكور اكتر من 10 في هذه الحاله كان بي كانديديت فور بيمبروليزماب بلس كيمو ثيرابي. يبقى الانديكيشن الثالثه او اللي زي ما احنا شايفين كده الحاجه الثالثه الايتم التالي في الثالث في تريتمنت فور تريبل نيجاتيف بريست كانسر هو الايمينو ثيرابي. والايمينو ثيرابي البنفيت بتاعهم في العيان هم اللي عندهم اكسبريشن اوف اميونو ماركر ايذر البي دي ال اكسبريشن او السي بي اس سكور كانديديت فور اتيزولوزيماب مع نكبتاكسل او بيمبرو مع اني كيمو ثيرابي. يبقى نرجع تاني لللاند مارك ترايل او التريتمنت لاينز بتاعتنا. لو العيان دوت عنده بي دي ال بوزيتيف يبقى الفيرست لاين هدي اميونو ثيرابي ايذر اتيزولوزيماب مع باكليتاكسل او بيمبرو مع كيمو. لو عنده بي ار سي اي 1 او 2 ميوتيشن هدي بارب انهبيتور. طب لا ده بوزيتيف ولا ده بوزيتيف هدي كيمو ثيرابي. اخر حاجه بس عايز اتكلم عنها هنا في الكيمو ثيرابي ارم كان في كلام عن دراج اسمه ساسيتيزوماب. الساسيتيزوماب جوفيتيكان ده في ترايل اسمها اسنت ترايل، وزي ما احنا شايفين كده الاسنت ترايل دي كانت خدت عين ان هو برضو ميتاستاتيك تريبل نيجاتيف بريست كانسر الهيفلي بري تريتد، خدوا مور ذان 2 لاينز فور تريتمنت. وكومبيرد الساسيتيزوماب جوفيتيكان مع برضو الفيزيشن تشويس اني كيموثيرابي. كان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل والاوفرول سرفايفل، زي ما احنا شايفين اوفرول سرفايفل 12 شهر فيرسس 6 شهور بس في الساسيتيزوماب جوفيتيكان ار. احكي بقى الساسيتيزوماب او الساسيتيزوماب. الساسيتيزوماب ده عباره عن مونوكلونال انتيبادي، ده انتيبادي دراج كونجيجيت بيشمل مونوكلونال انتيبادي اللي هو الساسيتيزوماب، وده انتي تروب 2 ريسبتور، وده موجود في المايكرو انفايرمنت بتاعت تريبل نيجاتيف سيلز. وكمان معاه انتيبادي دراج كونجيجيت اللي هو توبو ايزوميريز 1 انهبيتور اللي هو الجوفيتيكان. فده عباره عن مونوكلونال انتيبادي مع دراج كونجيجيت اللي هو الجوفيتيكان. الانديكيشن بتاعهم زي ما احنا شايفين في الناس اللي عندهم تريبل نيجاتيف بريست كانسر اللي هم هيفري بري تريتد خدوا مور ذان 2 لاينز اوف تريتمنت. واحد من السايد افكت بروفايل بتاعته نيتروبينيا دايريا اند انفيوجن رياكشن اند تيك كير فور انفيوجن اكشن. دي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت سيجنيفيكانت فور ذيس ترايل. يبقى الاسنت ترايل كانت بتاسس الساسي توزوماب جوفيتيكان في حالات الميتاستاتيك تريبل نيجاتيف بريست كانسر. كده خلاص خلصنا تريتمنت او كلامنا عن الميتاستاتيك بريست كانسر واللاينز فور تريتمنت المختلفه في حالات الهرمون بوزيتيف الهير تو بوزيتيف والتريبل نيجاتيف بريست كانسر. هبدا بقى اتكلم سريعا كده عن بعض سمول توبكس في البريست كانسر عارفينهم اللي هم الميل بريست كانسر والانفلاماتوري بريست كانسر وبريست كانسر دورينج بريجننسي. اولا بشكل سريع كده الميل بريست كانسر، احنا عارفين الميل بريست كانسر بيمثل 1% من حالات البريست كانسر. المين ايج في الميلز بيبقى حوالي 70 يعني 65 سنه 67 سنه. 90% من الحالات بتبقى انفيزيف داكت كارسينوما. طبعا برضو في امكانيه يحصل ليبرا كارسينوما عادي جدا 10%. الانفيزيف داكت حوالي 90%. مور لايكلي انه بيبقى عندنا نسبه اي ار وبي ار بوزيتيف في الميل بريست كانسر 90%. لو نفتكر في الفيميل التقليدي كان بيوصل حوالي 60 الى 70% من حالات البريست كانسر، لكن في حالات الميل بريست كانسر 90% بيبقوا هرمون بوزيتيف. الهير 2 نسبتهم اقل حوالي 10% والتريبل نيجاتيف الرير اقل من 5%. كومبير بالفيميل بريست كانسر نسبه الهير 2 بوزيتيف حوالي 15% والتريبل نيجاتيف حوالي 10%. لكن في عندنا هاي اسوسيشن ما بين في الميل بريست كانسر اند بي ار سي اي ميتيشن. عشان كده هتلاقي ان الجايد لاينز بتقول ان لازم اي عيان عنده جاله ميل بريست كانسر لازم اعمل له جيناتيك تيستينج. خلاص ليه؟ لانه في اسوسيشن كبير ما بين البي ار سي اي ميوتيشن اند ميل بريست كانسر. وهنلاقي اكشوالي الميل بريست كانسر مور اسوسييت مع البي ار سي اي 2 راذر ذان بي ار سي اي 1.
زي ما احنا شايفين كده اهوت، يمكن نسبة الميل بريست كانسر في ال BRCA1 ميوتيشن حوالي 1%، في ال BRCA2 ميوتيشن حوالي 9%. ده ال incidence for بريست كانسر in BRCA mutant patients. في الفيميلز طبعا 50-60% الريسك لايف تايم ريسك، اما في الميل بريست كانسر لايف تايم ريسك حوالي 1% في بريست اللي هو بي ار سي 1 هربرينج بيشنت، اند بي ار سي اي 2 ميتيشن هربرينج بيشنت نسبه الريسك بتاعتهم حوالي 9%. طبعا اجين في الميلز برضو بي ار سي اي ميتيشن مش بس بتزود الريسك فور بريست كانسر، لا كمان بتزود الريسك فور بروستيت كانسر اند الكانسر بانكرياس. يبقى ده بالنسبه لي الميل بريست كانسر about epidemiology and pathology. طيب ال diagnosis of male breast cancer نفس ال symptomatology بتاعت الفيميل بالظبط، ممكن عندها present with mass usually the penis mass، ممكن يجيله nipple discharge أو skin changes أو nipple inversion، كل دي changes حاجات ممكن نشوفها في حالات ال male breast cancer. طيب ال work up بتاعنا طبعا لو انت شايف عيان عنده جاي بي ماس في البريست اعمله اكزامينيشن، لو انت العين دوت سسبتبل او شاكك انه تكون ميل بريست كانسر ساعتها اعمله ماموجرام بايلاترال ماموجرافي، وفضل طبعا برضو اعمله معايا يبقى كومبينيشن ويز الترا ساوند. لو العين برضو ستيل عنده سبيشالايز هايلي سسبكتد فور بريست كانسر، لقيت عندك سبيكيليتد ماس او عنده مايكرو كالسيفيكيشن سسبكت ان يكون عنده بريست كانسر، هتعمله فيردر مانجمنت تحت تدخل له بايبسي. لو العيان ده تعمله بايبسي لقيت خلاص يبقى ده دايجنوزز فور ميل بريست كانسر. الورك اب بتاعنا نفس التقليد بالظبط، الورك اب بتاع في ميل بريست كانسر يعني احنا اكسترابوليتد من مانجمنت اوف في ميل بريست كانسر. لو العيان بيتكلم في ستيج 1 او ستيج 2 مش محتاج ورك اب اكتر من تعمله تشيست اكس راي او ادون الترا ساوند. لو هاير ذان ستيج 2 يبقى ساعتها اعمله ورك اب بقى بسي تي هيد او اعمله بيت سي تي. بالنسبه للتريتمنت لاينز نفس الكلام برضه، هي اكسترابوليتد فروم تريتمنت اوف بريست كانسر. First line for treatment هو الجراحة surgery. surgery هنا usually بتبقى modified radical mastectomy. طبعا صعب انك في ميل في بريست صغير طبعا ما فيش اصلا بريست تيشو انك تعمله بريست conservative يعني، however انه can be done in some patients، لكن ال traditional او ال classic for male breast cancers انك تعملهم modified radical mastectomy وعملهم lymph node dissection. طبعا والراديوثيرابي نفس الرول، الراديو ثيرابي بديها لو العيان عامل بريست كونزرفاتيف او لو العيان عامل موديفايد راديكال ماستكتومي وفي عندنا لينف نودز في الازله او انترنال ميموري لينف نودز، ساعتها بدي على التشست وول از ويل از البوست على اللينف نود بوزيتيفيتي. كيموثيرابي نفس الجايد لاينز بتاعت الفيميل، يعني لو العيان دوت عنده هاي ريسك تيومر هير تو بوزيتيف او تريبل نيجاتيف هتدي نيو ادجفنت او هدي ادجفنت كيموثيرابي وادجفنت هرمونال تريتمنت زي بالظبط اللاينز بتاعت البريست كانسر. بس انا بس في سبيشال نوت اباوت هرمونال ثيرابي في عيانين عندهم ميل بريست كانسر، زي ما احنا شايفين ان اغلب حالات البريست كانسر هي هرمون بوزيتيف، يعني كان 90% منهم بيبقوا هرمون بوزيتيف. الادجفنت ثيرابي هيبقى ايه؟ الداتا كلها مبنيه على التاموكسفين، يعني ريف دي قوي استخدام الاروماتيز انهبيتور، هاوفر ان اللوجيك انك تقول اه ده مين يبقى زي البوست مينوبوزال وومن اديهم اروماتيز انهبيتور، لا لكن لا الموست دراج يوزد از هرمونال تريتمنت في حالات الميل بريست كانسر هو التاموكسفين. طب ليه مش بندي اروماتيز انهبيتور؟ هو الكلام برضه ثيوريتيكال ان الافكسي هي نوت كلير، وزي ما قلت لكم في ثيوريتيكال threats يعني او worry about using of aromatase inhibitor in males. ليه؟ لان هو مشكلته هو الميل بيجي له بريست بيجي له استروجين منين؟ بيجي له استروجين من تستستيرون، هو الميل بيطلع تستستيرون وبعد كده التستستيرون دوت بيروح في التستيكلز وبيتحول باي aromatase inhibitor aromatase sorry enzyme الى استروجين. طيب العيان دوت لما انت تدي له حاجه تسبريس الاروماتيز انهبيتور يعني هعمل ايه؟ اعمل اروماتيز انهبيتور، ادي له عنده اروماتيز انهبيتور وبالتالي هيسبريس كونفرجن اوف تستوستيرون الى الاستراديول. نقص الاستراديول بقى هيعمل فيدباك اكتيفيشن للبيتيوتري جلاند فيزود الاف اس اتش والال اتش يزود كميه التستوستيرون
اللي برضه هتتحول الى استروجين اند سو اون. فانت بتتغلب انك تنهبت الاروماتيز انزيم، بس انت في نفس الوقت فتحت على الراجل ده حنفيه انك بتعمل فيدباك بوزيتيف ستيميليشن للبيتوتري جلاند انها تزود التستوستيرون، فبيزيد كميه طبعا تاني تتحول الى استروجين اند سو اون. ذاتس واي ان زي ما قلت لكم الفاليو اوف اروماتيز انهبيتور في الميد بريست كانسر it is not of great value زيه في البوست منوبوزال وومن، وبيتر احنا نستخدم السيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتور اللي هو التاموكسفين، لانه وصلت على طول بيمسك في ريسبتور وبينهبت الاستروجين اللي موجود تماما. يبقى دي بس كانت الهنت اباوت ميل بريست كانسر. نبقى عارفين بس لاينز فور تريتمنت اند رول اوف هرمون تريتمنت والفرق ما بينه وما بين الفيميل بريست كانسر. برضه سمول هنت كده عن الانفلاماتوري بريست كانسر. طبعا الانفلاماتوري بريست كانسر اللي عايز اقوله ات از ا كلينيكال دايجنوس، يعني الانفلاماتوري بريست كانسر مش باثولوجيكال دايجنوسيس، لا ده كلينيكال دايجنوسيس. بيبقى البريست طبعا بتلاقيه ريد وسولن ايرثيميتس شبه قوي الاكيوت ماستايتس، لكن بالبايوبسي بتلاقي ان الناس دول عندهم كانسر سيلز. طيب هل لازم طبعا اقول ان انا دوت لازم عشان اقول ان هو انفلاماتوري بريست كانسر ان لازم تلاقي ديرمال ليمفاتيك انفيجن؟ هو اللي بيحصل ليه اصلا الريدنس والسولينج والتندرنس ده عشان خاطر ان الكانسر سيلز في حالات في بعض الحالات من البريست كانسر بيحصل لها ليمفاتيك سبريد للليمفاتيكس بتاعت السكين نفسها، فبيبان المنظر اللي قدامي ده الريدنس والهوتنس والسولينج اند سو اون. لكن مش لازم خالص ان انت تلاقي ديرمال ليمفاتيك انفيجن عشان خاطر تقول ان هو ده انفلاماتوري بريست كانسر. يكفي انك تلاقي كانسر سيلز في وجود ريدنس وهوتنس وسويلنج على مستوى البريست يبقى تقول ان ده انفلاماتوري بريست كانسر. طيب نسبته قد ايه؟ نسبته حوالي 1% في حوالي 6% او تقريبا حوالي 3% من حالات الفيميل بريست كانسر. مشكلته طبعا هو هايلي اجريسيف تيومر، مش كده بس، هتلاقي ان اغلب الباثولوجي بتاعهم بيبقى هرمون نيجاتيف اند هير تو بوزيتيف، وده اللي بيخلي يمكن الاجريسيفنس اوف ديزيز بتاعت الانفلاماتوري بريست كانسر. الدياجنوزز اند تريتمنت طبعا الدياجنوز بتاعنا when you clinically suspect male breast cancer inflammatory breast cancer يبقى على طول اعمل الايمجنج بتاعي الالتراساوند اند ماموجرام، ده هيبقى الفيرست لاين فور انفستيجيشن. اف سو لازم اعمل ام ار اي بيتر ان هو تو بي دان عشان خاطر تكسكلود اي مالتي سنتريستي اوف ذا ديزيز. لو عندنا بوزيتيف او هايلي سسبيشس يبقى ساعتها لازم اخد بايبسي، ولو لقينا بوزيتيف بايبسي يبقى العيان دوت هيبقى محتاج فيرذر انفستيجيشن. الانفلاماتوري بريست كانسر هي تعتبر تي 4 او ستيج 3، عشان كده يفضل في الورك اب بتاعك انك تعمله سيتيهات او بيت سي تي. طيب ماذا عن المانجمنت؟ المانجمنت طبعا ما ينفعش تدخل جراحه وان اوبرابل وانس انك لقيت انفلاماتوري بريست كانسر، يبقى لازم فيرست لاين فورتين بتاعك هيبقى نيو ادفنت كيموثيرابي او بري اوبراتيف كيموثيرابي. والبري اوبراتيف كيموثيرابي البريفيرد طبعا كده يعني دوت البريفيرد بروتوكول زي ما اتكلمنا قبل كده في المحاضره بتاعت الادفنت بريست كانسر، انك تديلهم ان كومبينيشن ما بين انثروساكلين فولو باي التاكسينز سيكوينشال انثروساكلينز اند تاكسينز. طيب لو العيان دوت هرمون بوزيتيف مش بعد كده اندوكراين تريتمنت، لو هيرتو بوزيتيف ماشي بعد كده انتي هير 2 او كومبينيشن ويز تريتمنت. بعدين بعمل العيان دوت جراحه، الجراحه بتاعتنا تبقى برضو اجين ماستكتومي نو رول فور برضو بريست كونزرفاتيف. ليه؟ لان انت بتتكلم هنا على تي 4 فانفولفد اوف ذا هول بريست، فبيتر اعمل ماستكتومي والانفرونت دايسكشن وبعدين راديو ثيرابي وهكمل ادجفنت تريتمنت على حسب بقى الباثولوجي بتاعنا. اخر حاجه خالص اتكلم عنها بقى هو البريست كانسر ديورينج بريجنسي. ده واحده حامل وجالها بريست كانسر، هاو تو ديل مع بريست كانسر ديورينج بريجنسي. طبعا السمول توبكس دي بعرف بس اهم حاجه اللاينز فور تريتمنت عشان خاطر لما يجي لي سؤال ايدر شورت اي سي او سؤال ام اس كيو ابقى عارف ايه اللاينز فور تريتمنت لو ميل بريست كانسر، لو واحد عندها انفلاماتوري بريست، اند برضه تيك كونسيدريشن موضوع البريست كانسر ديورينج بريجنسي. البريست كانسر ديورينج بريجنسي طب عارف بس ان هو ما هوش زيه زي البريست كانسر التقليدي، لا ده بيبقى يوجوالي اوف مور اجريسيف كورس. طب ليه مور اجريسيف كورس؟ مور اجريسيف ديزيز يوجوالي البريست كانسر اللي بيحصل ديورنج بريجنسي بيبقى التيومر بتاعنا لارج تيومر، وده برضو لانه الدايجنوسيس فيه بيبقى ليت دايجنوسيس. يعني الطبيعي في واحده بتعمل بريست اكزام كل فتره لو عندك مس 1 سم هتقلق،
لكن في واحده بريجننت يوجوالي البريست اصلا بيحصل له ديورنج بريجننسي لارجمنت في السايز وبيبقى مور تندر، فنتيجه الاكتيفيشن اوف الماميري جلاندز اللي بتحصل بيحصل فيها هايبر بروليفريشن، عشان كده بيبقى ماسكت كتير قوي في حالات كتير قوي بنورمال تشينجز اوف بريجننسي تقليديه. ذاتس واي انه يوجوالي اتشاف بريست كانسر ديورنج بريجننسي بيبقى اوف لارج تيومر. مش كده بس، كمان الهيستولوجي بتاعت البريست كانسرز ديورنج بريجننسي بتبقى اوف هاي جريد تيومرز، يعني يوجوالي تبقى بتتكلم في جريد 2 او جريد 3، بيبقى مور كومن او جريد 2 جريد 3 في حالات البريست كانسر ديورنج بريجننسي، والستيج بتبقى مور ادفانسد. والمور امبورتنت بقى البايو ماركرز، يوجوالي حالات كتير قوي من البريست كانسر ديورنج بريجننسي بتبقى اي ار ام بي ار نيجاتيف وبتبقى هير تو بوزيتيف، وده اللي بيخلي العوامل دي كلها مجتمعه بتخلي البروجنوزس اوف بريست كانسر ديورنج بريجننسي بيبقى هاير ذان الكلاسيك بريست كانسر without pregnancy. التشخيص بتاعنا فيه شويه كونسيدريشن لازم تو بي تيكن، عشان خاطر دي واحده بريجننت، فالتعرض للاكس رايز يوجوالي او الراديو ايزوتوب سكاننج زي البون سكان او البيت سي تي، لا ده هيبقى هايلي هازاردس على الفيتس نفسه، عشان كده لازم تو تيك ان كونسيدريشن ايه الانفستيجاتوري تولز اللي هتتعمل للبريجننت فيميل. طيب اول حاجه تعملها ماموجرام ولا لا؟ ممكن اعمل ماموجرام، يس اعمل ماموجرام، ولكن بريفيرد لو هتعمل ماموجرام تعمل حاجه اسمها ابدومينال شيلدنج. يعني ابدومينال شيلدنج بيحط زي حاجز كده على الابدومين عشان خاطر ما يحصلش ترانسميشن للاكس رايز الى البيبي. بالاضافه طبعا الالترا ساوند التقليدي، الالترا ساوند سيف على البريجننت فيميلز، ذاتس واي ان احنا يس ممكن نعمل كومبينيشن اوف الترا ساوند اند ماموجرام. طيب هل نعمل ام ار اي؟ لا، الام ار اي نوت ريكومندد في البريجننسي، انا برضو ايفن الداي بتاعت الام ار اي ليها سام هازرز على الفيتس. طيب اعمل بون سكان؟ لا، كونتر انديكيتد. اعمل ستيجنج بسي تي هات، سي تي ابدومين وتشيست وبلفس؟ لا، ممكن اعمل سي تي تشيست يس بلودوز وبرضو اعمل ابدومين شيلدنج، لكن السي تي ابدومين كونترا انديكيتد عشان خاطر بيبقى لي هازاردز على الفيتس، ممكن يعمل لك مال فورميشنز، فعشان كده افويد البون سكان، افويد البيت سكان، افويد السي تي سكانز، حاجه مهمه قوي تبقى عارفها. يبقى نو رول فور ام ار اي، وافويد توتالي افويد الراديو ايزوتوب سكاننج زي بيت سي تي او بون سكان او ايفن السي تي سكانز. طيب بالنسبه للتريتمنت بقى، تريتمنت لاينز لازم اعرف هو انت تريت اند ويتش بروتوكول، يعني امتى اعالج وادي ايه. اول حاجه يو هاف تو نو انه كومبليتلي افويد كيموثيرابي ديورينج فيرست تريمستر. كل الكيموثيرابيتك ايجنتس في الاول وفي الاخر ديورينج فيرست تريمستر هيبقى تؤدي الى مالفورميشنز على الفيتس، عشان كده ذاتس واي افويد ان كيموثيرابي في الفيرست تريمستر. طيب بعد الفيرست تريمستر لا، ممكن ادي كيموثيرابي سواء كان في السكند تريمستر او في الثيرد تريمستر، مفيش مشكله خالص. والبريفيرد ريجيمنز اللي بتديها لهم هي الانثروسايكلينز بيزد ريجيمنز زي الاي سي انثروسايكلين مع ساكوفوسمايد او الفاك فلوراسيل انثروسايكلين ساكوفوسمايد. الحاجات دي بروفن تو بي سيف على البريجننسي. طب احنا عارفين انه الانثروسايكنز مع التاكسينز بريفيرد ذان انثروسايكنز الون، ده اللي شفنا في كذا ترايل من ادجفنت سيتنج يس. بس حتى الان في شويه كلينيكال ستاديز على التاكسينز، وهل هو اوف كومبليتلي سيف على الفيتس ولا لا لسه نوت ديترمايند. ممكن ان سام سيتويشن تدي العينه تشانس انها تاخد تاكسينز يس نو بروبلم، ولكن اتس بيتر تو بي افويد اب تو ناو في البريجننسي خلاص. طب هل في ريديو ثيرابي ولا لا؟ نو رول تماما فور ريديو ثيرابي. ريديو ثيرابي تتاكد خالص لغايه بعد الولاده. يبقى دي بس شويه هنتس مهمه قوي تبقى عارفها، مفيش كيموثيرابي في الفيرست سيمستر، مفيش ريديو ثيرابي طول الحمل، الكيموثيرابي ممكن تديه من السكند تريمستر وانت طالع، البريفيرد بروتوكول ديورنج بريجننسي انك تدي اي سي او فاك انتروسايكلين بيست كيموثيرابي. يمكن الصوره قدامنا دي هي تجميعه لل
بريست كانسر بريجننسي، لو انت شاكك هتعمل ايه؟ هي الايمجينج موداليتيز اللي هتعملها، تعمل بريست ايمجينج التراساوند ماموجرام وشيلدنج خلاص. طيب خلي بالك مفيش عندنا اعمل خالص سي تي هات، مفيش بيت سي تي، ممكن انت عايز تعمل فيرذر ستيجنج تشيست اكس راي اكسبتابل وابدومين التراساوند، ده الحاجه الوحيده المتاحه. طيب لو انت في فيرست سيمستر هتدي كيمو، لا مفيش كيمو خالص، دي فير كيموثيرابي، ممكن تعمل العمليه وابدا الكيموثيرابي بعد كده من السكند تريمستر عادي تماما. البريفيرد بروتوكولز انك تدي اي سي او انتراسايكلين بيز زي الاي سي او الفاك بروتوكول، والراديشن والراديوثيرابي تو بي بستبون تماما لغايه بعد العمليه. كده الحمد لله خلاص، خلصنا البريست كانسر بكل اجزائه. اتكلمنا في اول بارت عن البريست كانسر انتروداكشن، الابيديميولوجي والسكريننج، ريتري بريست كانسر سيندرومز، ومانجمنت اوف اير دي بريست كانسر انكلودنج النون انفيزيف بريست كانسر اند انفيزيف بريست كانسر. وبعدين اتكلمنا عن في محاضره ثانيه ايه هي الادجفنت ثيرابيز المتاحه في الايرلي اند لوكال ادفانس بريست كانسر. المحاضره دي اتكلمنا فيها عن الميتاستاتيك بريست كانسر بكل انواعها، واخيرا سمول هينتس عن سبيشال توبكس ان بريست كانسر اللي هي الميد بريست كانسر، الانفلاماتوري بريست كانسر، بريست كانسر ديورنج بريجننسي. اعتقد كده الحمد لله احنا غطينا كل الايتمز بتاعت البريست كانسر، ايفن كمان باللاند مارك ترايلز في الابديت لغايه 22 اللي احنا فيها السنه دي. ربنا يا رب ينفعنا وينفعكم بالعلم ده ان شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. وانا تحت امركم، لو في اي سؤال او اي استفسار ابعتوا لي وانا معكم ان شاء الله سبحانه وتعالى. بالتوفيق لكم جميعا.